بسم الله الرحمن الرحيم. Good afternoon everyone. I am Dr. ياسر أحمد بويك, Associate Professor of Cardiothoracic Surgery, Cairo University, Instructor of Healthcare Quality Management, Information Management, Contemporary Management, Lean Six Sigma, Black and Green Belt at Arab Academy, Master Quality Management and Doctorate of Quality Management, Doctorate of Quality Management, Chief Executive Officer at Private Healthcare Systems. الحقيقة it's my pleasure to talk about contemporary management basic concepts, وأتمنى إن شاء الله الميتنج بتاعنا يكون مفيد لحضراتكم بإذن الله. Learning objectives: by the end of this lecture, each participant will effectively be able to define management and what managers do, explain why it is important to study management, identify the challenges facing managers in this external environment, define what organization culture is and why it is important, explain what managers do in strategic planning process and strategic management process. Who managers are and where they work. الحقيقة ان احنا محتاجين الاول قبل ما نتكلم عن المانجرز والمانجيريال امبلويز والنون مانجيريال امبلويز, محتاجين نتكلم الاول على الاورجانيزيشن. يعني ايه اورجانيزيشن؟ وطبعا هنا الديفينيشن ده ينطبق على اني اورجانيزيشن, اني اندستري, سواء كان هيلث كير اورجانيزيشن او نون هيلث كير اورجانيزيشن. Organization is a purposeful arrangement of people brought together to accomplish a specific purpose. يعني باختصار شديد جدا عندنا مجموعه من الامبلويز, سواء كانوا دول مانجيريال امبلويز او نون مانجيريال امبلويز, ليهم ديليبريت ستراكشر معين اتجمعوا مع بعض in order to achieve a specific purpose or goal. وبالتالي لو هتكلم على الكومبوننتس اوف اني اورجانيزيشن يبقى هتكلم على 3 مين كومبوننتس. هتكلم على الجولز, هتكلم على البيبل, هتكلم على الاستراكشر. يبقى الكومن كاركترستكس اوف اورجانيزيشنز, جولز, بيبل اند ستراكشر. جولز ريبريزنت الديستينكت بيربوس, يعني وات بيبل ويلينج تو اتشيف. بيبل عندي هقسمهم الى نوعين, بتكلم كونتمبرري مانجمنت, فانا عندي ناس بتدير وناس بتدار. يبقى عندي مانجيريال امبلويز وعندي نون مانجيريال امبلويز. مانجيريال امبلويز responsible for making decisions at different levels of the hierarchy of the organization. Non-managerial employees engage in work activities in daily or day-to-day work. دول اللي عايزين يحققوا الجول لازم يكون في deliberate structure, limit and control the behavior, assign authority, line of authority, who reports to whom, how to arrange the work activities inside the healthcare organization. Goals, people, deliberate structure. هل في فرق بين المانجيريال اند نون مانجيريال امبلويز؟ الحقيقه اكيد طبعا في فرق. طب الفرق ده موجود منين؟ تفتكروا حضراتكم لو هقول عايز افرق ما بين المانجيريال امبلويز اند نون مانجيريال امبلويز, عايز بس one participant يقول لي فرق واحد ما بين المانجيريال اند نون مانجيريال امبلويز. لو سامعيني يا شباب دكاترة معايا, النون مانجيريال امبلويز بيشتغلوا دايركت تاسكس والديلي ورك اكتيفيتيز, اما المانجيريال امبلويز ريسبونسبل فور اوفرسينج ورك اكتيفيتيز اوف اذرز. يعني دول بيشتغلوا على التاسك ودول بيعملوا اوفرسينج, بي ليد اند كنترول ورك اكتيفيتيز اوف اذرز. طب هل ده يعني ان انا لما بقول النون مانجيريال امبلويز ورك دايركتلي اون تاسكس ونوت ريسبونسبل فور اوفرسينج اذرز يبقى المانجيريال امبلويز ما بيشتغلوش على تاسك ولا ديوتيز؟ لا, ليهم طبعا سبيسيفيك تاسك وسبيسيفيك ديوتيز بات ات هاير ليفل, المستوى بتاعها اعلى شويه. بمعنى دول انجيج ان استراتيجيك بلاننج, انجيج ان كنترولينج, انجيج ان اورجنايزنج, انجيج ان ليدنج. اما دولت هم مسؤولين عن التاسكس الديلي اكتيفيتيز البرفورمانس اوف بروسيسز انسايد ذا هيلث كير اورجانيزيشن.
or other organizations. ده المانجيريال هيراركي او يعني تقول هو الهرم الاداري في اي هيلث كير اورجانيزيشن اي جفرنس محكومه ب هاير ليفل توب مانجرز ميدل مانجرز فيرست لاين اند تيم ليدرز. وده الحقيقه لانه هو انتشر حاليا ان الفيرست لاين مانجر بقى فيه تيم وورك وبن انجيج ان ورك اكتيفيتيز ثرو تيم ووركس. السؤال اللي بيطرح نفسه بقى ايه العلاقه هنا؟ السلام عليكم دكتور، استاذ حضرتك بس اسفل المقاطعه وبس الزملاء عايزين حضرتك تشرح بالعربي اكتر من الانجليش يعني. شكرا جدا. انا اي حاضر كمان حاضر انا دلوقتي انا عندي ده اسمه الهرم الاداري. الهرم الاداري في اي مؤسسه في الدنيا سواء المؤسسه ديت مؤسسه صحيه او غير صحيه بتقسم لليفلز مستويات اداريه. عندي التوب ليفل اعلى مستوى في الهرم الاداري وعندي الليفل المتوسط او الميدل مانجرز، وهنا بتكلم على المديرين مستوى الادارات لحد كده. انا بتكلم على الهرم الاداري يعني عن المانجر الادويس لحد ما اوصل للتيم ليدرز. كل اللي تحت التيم ليدرز دول عباره عن نان مانجر الادويس يعني الموظفين اللي موجودين في المؤسسه. طيب الموظفين اللي موجودين في المؤسسه محتاجين تو بي مانج، حد يديرهم، حد يوجههم، حد يليد الاكتيفيتيز، حد يعمل لهم موتيفيشن، حد يعمل لهم كوردينيشن. فهيبقى حسب الليفل، وهذكر هنا كل ليفل من ليفلز واكزامبل للليفل ده تمام، وايه هي الريسبونسبيلتيز المسؤول منها المستوى الاداري ده. فلما اقول التوب مانجرز اللي هم اعلى الهرم الاداري اللي هم تحت البورد اوف دايركتورز، عندنا مجلس اداره بيبقى في حد بيريبريزنت مجلس الاداره في المؤسسه هو السي اي او او المدير التنفيذي او الشيف اكزيكتيف اوفيسر او المدير التنفيذي للمؤسسه. يبقى انا اول حد ممكن يكون موجود في الهرم الاداري مين؟ التشيف اكزيكتيف اوفيسر. طيب ممكن يكون البريزيدنت، ممكن يكون المسمى بتاعه الفايس بريزيدنت، ممكن يكون المسمى بتاعه مانجنج دايركتور، فله اكتر من مسمى. طيب على مستوى الميدل مانجرز يبقى ايه؟ عندنا مثلا ديبارتمنتس، عندي ديفرنت ديبارتمنتس، رؤساء الاقسام في المستشفى او في المؤسسه هيبقى دول ميدل لاين مانجرز، يونت شيف، ديبارتمنت شيف، وديبارتمنت مانجر. طيب ديفيجن مانجرز لو هي المؤسسه متقسمه الى ديفيجنز هيبقى في مديرين للمؤسسه ديت. بروجكت مانجر لو انا شغال على فور بروجكت باكتر موجود في الانجينيرنج اندستريز فبيشتغلوا على بروجكت في بروجكت ليدر والبروجكت مانجر ده هيبقى موجود في الميدل مانجر. طب الفيرست لاين مانجر السوبرفايزر المشرفين اليونت كوردينيتور المنسقين الشيفت مانجر لو في شيفت ولو مانجر هيبقى ده برضو اسمه مدير بس على مستوى الفيرست لاين. وده بقى دول شغالين على الديلي دي تو دي اكتيفيتيز. التيم ليدرز طبعا اللي هم دول بيبقى منتخبين من الاقسام المختلفه وخصوصا ممكن يكون كروس فانكشنال تيمز جايين من ديفرنت ديبارتمنتس تو اتشيف اور ورك اون ا سبيسيفيك تاسك بيشتغلوا على مهام معينه في تيم وورك. وده يعتبر من حاجات الكونتمبري ستراكشرز في الاورجنايزيشن. يعني زمان ما كانش في حاجه اسمها تيمز ولا تيم وورك ولا تيم ليدرز، لكن لما بدانا نستحدث الكواليتي مثلا والجوده بقى في عندنا تيم وورك، لما بدانا نستحدث ستراكشرز جديده تتناسب مع المتغيرات الحديثه بدانا نتكلم على التيم ليدرز. طيب الشيف اكزيكتيف اوفيسر والتوب ليفل مانجرز ايه المهام الموكله اليه؟ بما ان هو عند الهاير ليفل اكيد هو بيسيت الدايركشنز والمين دايركشنز. وايه هي المين دايركشنز؟ الاستراتيجيك جولز اوف ذا اورجانيزيشن، الفلوسفي، البوليسي والفلوسفي اوف ذا اورجانيزيشن. يبقى هو بيحط اهداف المؤسسه، بيحط استراتيجيات المؤسسه، بيستبلش الاستراتيجيست، بيتكلموا عن الاكشن بلانز بعد كده ان جنرال، وبعد كده بيسيبوها ليتر اون للليفلز اللي تحت منهم. يبقى انت على مستوى الهاير ليفل مطلوب منك سكيلز تقدر من خلالها تحقق الديسيجنز الاستراتيجيك ديسيجن القرارات الاستراتيجيه. بما ان ليك صلاحيات، الصلاحيات دي واخدها من بورد اوف دايركتورز وبورد اوف تراستيز لا يملكها احد غيرك، فبالتالي الاستراتيجيك ديسيجنز الهاي ليفل ديسيجنز القرارات الهامه انت اللي مسؤول عنها. فدي نقطه مهمه جدا. الاستراتيجيك جولز انا هتكلم بعد كده عندي حاجات اسمها اوبريشنال جولز اكيد مش هيقوم بيها، لان بعد كده جرادولي الجولز الاستراتيجيه دي او الاهداف الاستراتيجيه هيبقى ليها ديفرنت انتربريتيشنز ات ديفرنت ليفلز، فهيبقى ليها اسماء مختلفه. فهنا فوق هتبقى اسمها استراتيجيك جولز، هنا ممكن تبقى اسمها تاكتيك جولز، هنا يبقى اسمها اوبريشنال جولز اللي هي خطط التشغيل بقى الاساسيه والشهريه واليوميه.
الميدل مانجرز هو اللي هم بالانترميديت، هم حاله وسط ما بين التوب مانجرز والفيرست لاين مانجرز. بما ان هم حاله وسط يبقى اكيد هم المنوط بيهم ان هم يمانج الفيرست لاين مانجرز، يبقى هم بنسموهم ساعات مانجرز اوف مانجرز، يعني هم مدير المدراء، يبقى بيمانج اذر مانجرز، وسام تايمز بيمانج نون مانجر انترميز اللي موجودين معاهم في الديبارتمنتس المعينه، يعني اللي هو دايركت ريليتد وبيساعدوهم في الشغل بتاعهم. فمش لازم بس هو بيدير مديرين، ممكن يدير برضه نون مانجر انترميز بيساعده ومساعدين ليه وبيسبورت في اداء الوظائف الاداريه الخاصه بيه. طيب دول دورهم الاساسي ايه؟ الاول الدور الاساسي ليهم، احنا عندنا جول سيت ات ذا توب ليفل. والحقيقه هنا في اخر المحاضره هيبقى في برضه منظر زي ده كده بتكلم على الجول سيتنج سيوز، يعني نظريات وضع الايه الاهداف. هل الاهداف بتتحط ات ذا فيرست ليفل تحت يعني بوتوم وبعد كده تطلع اب كاسكيدنج يعني من تحت لفوق، ولا التون ات ذا توب الاهداف بتتحط ات ذا توب ليفل وبعد كده بتنزل بشكل فيرتيكال للميدل والفيرست لاين مانجرز؟ دول تو ابروتشز. الحقيقه ان الكلاسيكال ابروتش ان الاهداف سيت ات ذا توب ليفل وبعد كده بتنزل ات ديفرنت ليفلز، يبقى التوب التون هنا فين؟ ات ذا توب، والميدل والفيرست لاين مانجرز ما عليهم الا ان هم بينفذوا الاهداف اللي محطوطه على المستوى الاعلى. طب هل هو ده احسن حاجه؟ الحقيقه مش احسن حاجه طبعا، لان وجدوا من ضمن السيرز اوف موتيفيشن ان الشخص الانبلوي عشان يكون موتيفيز نقدر نحفزه نحو الهدف لازم الهدف ده يكون نابع منه. واحسن نوع من الاهداف السيلف سيت جولز. يعني ايه السيلف سيت جولز؟ يعني البارتيسيبيتيف جول سيتنج، يعني هو حضرتك يشارك. هل لما بقول في استراتيجيك بلان، استراتيجيك بلان دي تخص المؤسسه كلها، ولا في استراتيجيك ماركتنج بلان واستراتيجيك فاينانشال بلان واستراتيجيك اي تي بلان، ولا كلها في الاخر المفروض تكون بلان؟ ده سؤال. تفتكروا حضراتكم ان في ديفرنت استراتيجيك بلانز ولا عندي اوفر اول استراتيجيك بلان واحده؟ خطه استراتيجيه واحده للمؤسسه؟ ده سؤال. انا عايز بصوا يا جماعه، المحاضره لما بتكون وان واي هي ما بتبقاش احسن حاجه. انا ايفر ناو اند ذن بحب سؤال عشان اميك شور ان الناس في فيدباك منها، وبالمناسبه انا ما اقدرش ابص على الشات طبعا، انا بركز في المحاضره. يا دكتور اتفضل. انا زميل واحد بس، وان بارتيسيبنت. اتكلم اتفضل. المفروض افري ديبارتمنت يبقى عنده استراتيجي وفي الاخر كلهم بيهدفوا اللي هي الاستراتيجي اللي هي بتاع التوب مانجر او بتاع الاورجنايزيشن، يعني كله بيبقى ان وان دايركشن. يعني هو انت قصد حضرتك كل ديبارتمنت عنده الجولز بتاعته، عنده الاهداف اللي بيحققها، اللي في النهايه ماست بي الايند، لازم تكون على نفس الخط بتاع الجول اورجنايزيشن استراتيجيك جولز. صح تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. يبقى اذا هسال حضرتك بقى سؤال، كمل معايا بقى البارتيسيبيشن. لو انا بدات اعمل جول سيتنجز، الناس ات ذا فيرست اند ميدل ليفل لو جات لهم الجولز من فوق، نزلت من التوب مانجر من سي او والبورد اوف دايركتورز واعتمدت الخطه الاستراتيجيه وطلب منهم تنفيذ الخطه ولم يشاركوا في وضع الخطه، هل دي البرفورمانس بتاعهم هيبقى افكتيف اند افيشنت وهيبقى ذا بيست برفورمانس، ولا الحقيقه هيحسوا ان هي مش نابعه من داخلهم فبالتالي اهتمامهم بيها وتفاعلهم معاها هيكون اقل ما يكون؟ هو طبعا البارتيسيبيشن هتبقى مهمه جدا، اللي هم لازم يكونوا اوير ازاي اتحطت الاستراتيجي وعلى اي اساس وايه هي الداتا اللي اتجمعت عشان يتعمل الاستراتيجي دي. وطبعا زي ما انت قلت في الاول ان هو الافضل ان هي مش من توب تو داون، لا من داون تو توب. تحس داون اب طبعا لازم اللي تحت هم اللي شايفين الماركت وهم اللي شايفين الكاستمر وهم اللي بيتعاملوا انجيجد دايركت انجيجد وكده يعني. فلازم هم اللي بيساعدوا. ايوه تمام اتفضل. انا اسف. يبقى نبتدي نحط الاستراتيجيك بلان من اول الفوتو، يعني الفيرست ليفل مانجرز، وبعد كده والفيرست ليفل يشارك يخلي الناس اللي موجودين في الريلتيف ديبارتمنتس يبتدي يشاركوا معاه الخطه الاستراتيجيه، وبعد كده كاسكيد ان تصعد لفوق، يبقى الفورميليشن والشكل النهائي يبقى على ذا توب ليفل. ولكن الانبوتس فور ذا استراتيجيك بلان بتيجي منين؟ بليز دونت انوتيت، الناس بتكتب بس على ال فبليز لو حد من الفيرست لاين مانجر يا دكتور. يس ابدا من الفيرست لاين مانجر، تبقى كاسكيدنج تنزل للميدل لاين مانجر وبعد كده تصعد للتوب مانجر، والفورميليشن اوف ذا فاينل بلان يبقى ذا توب ليفل. لما تنزل لهم بعد كده هم اصلا شاركوا فيها فبقتش غريبه عنهم ويشعروا بالانتماء ليها. ولذلك من ضمن الحاجات الموتيفيشن ثيوريز بيسموها الجول سيتنج ثيوري، يعني الجول التحفيز بالهدف. امتى احفز بالهدف؟ لو لم يكن الهدف نابع مني انا
كموظف او كستاف موجود في المؤسسه اللي انا بتعامل فيها. يبقى لازم الاول الستاف يشعر بانتماء الخطه ليه وتبقى جزء منه، فبالتالي وتطابق احتياجاته فيقدر ان هو ينفذها ويبقى في بيست اتشيفينج. في انوتيشن هنا بس انا مش عارف، دو نوت انوتيت بليز، ديسيبل انوتيشن كلير. معلش اوكي. طيب يبقى الميدل ليفل بقى، احنا اتكلمنا على التوب ليفل، طب الميدل ليفل هيعمل ايه؟ طب هنا في فيلوسوفيز حصل لها فورموليشن، المفروض الكلام ده تو بي ترانسليتد تو ذا فيرست لاين مانجر. يبقى ترانسليشن اوف جولز سيت باي ذا توب مانجر، ترجمه الجولز الاستراتيجيك جولز ديت انتو ديتيلد سبيسيفيك تاسكس، مهام او اكشن بلانز، تاسك بتاخد افريج 3 مانس تو بي performed by the first line manager. دي مسؤوليه الميدل ليفل مانجر. كمان من ضمن مسؤولياتهم what is related of allocation of resources. انت عندك تاسكس هتتكلم على resources، فدول بي انترميديت ما بين الفيرست لاين والتوب مانجر regarding allocation of resources، الموارد اللي عايزينها، سواء الموارد اللي مطلوبه لتنفيذ الخطه ديت الاستراتيجيه، الموارد ديت بتكون human resources, equipment, financial resources, budget and so on. امال بقى الفيرست لاين مانجرز، الفيرست لاين مانجرز دايركت نون مانجيريال امبلويز دايركت دي تو دي اكتيفيتيز. احنا لسه عندنا كلام كتير بس دي انترو جاست، مش عايزين نقف عندها كتير لان المحاضره دسمه لحد كبير. ديفاين مانجمنت يعني ايه؟ وات از مانجمنت؟ يعني ايه اداره؟ اداره ذا بروسيس اوف جيتنج ثينجز دون افكتيفلي اند افشنسي ويز اند ثرو بيبل. انا عايز انفذ او اعمل او اشتغل، يبقى البرفورمانس. انا كمدير بشتغل لوحدي ولا من خلال الموظفين اللي معايا والمديرين اللي بيساعدوني؟ اكيد من خلال البيبل. طب ايه موقع افكتيفلي اند افشنتلي؟ ما كنت قلت خلاص ذا بروسيس اوف جيتنج ثينجز دان ويز اند ثرو بيبل، وما كانش لازم اتكلم على الافكتيفنس والافشنسي. هل بتضيف حاجه؟ هل دي ميك سنس في الديفينيشن ده اوف مانجمنت؟ ايوه. ايه بقى؟ لو انا عندي ستاندرز معينه عايزه اوصل لها، it should be done by effective way as well as تبقى efficient. يعني لو بقوله كده باقل الريسورسز اقدر انفذ الجولز اللي انا عايزاها، وفي نفس الوقت التنفيذ بتاعها والimplementation بتاعها يبقى efficiently done. Excellent دكتور امل، اشكر حضرتك. effectively concerned with ends الجولز، الهدف اللي انا بحاول يبقى achieving the right goals او doing the right things. طيب انا ممكن اعمل رايت جول بس في طريقي للافكتيفنس ان انا اتشيف الجولز احقق الهدف ما اكونش افيشنت، اكون ان افيشنت. بمعنى افيشنسي ريجاردنج ريسورسز اور اوبتمايزنج يوزج اوف ريسورسز، الاستخدام الامثل للموارد، وبمعنى اخر جيتنج ذا موست بوسيبل انبوتس فروم ذا ليست بوسيبل اوتبوت. جيتنج ذا موست بوسيبل اوتبوت فروم ذا ليست بوسيبل انبوتس، اقل مدخلات ممكنه. ما بقولش اقل مدخلات ليه؟ عشان ما اقولش ليست، ما فيش حاجه عندنا في الاداره او في المؤسسات او في الهيلث كير. وحضراتكم معظمكم هيلث كير ولا في حد نون هيلث كير؟ عشان بس برضو الاكزامبلز اللي اقولها انا يهمني برضو البارتيسيبنت وضعهم ايه. هل في معايا نون هيلث كير بارتيسيبنتس في الميتنج؟ ايوه في اساتذه جامعه. يس، اهلا بحضراتكم جميعا. طيب هنحاول برضو بقدر الامكان في الاكزامبلز ان احنا نتكلم في الهيلث كير اندستري، نجيب اكزامبل من الهيلث كير اندستري والنون هيلث كير اندستري ان شاء الله. يبقى الافكتفنس ان جنرال سواء كان هيلث كير او نون كير، انا عندي جولز، يبقى اتشيفنج الايه؟ اتشيفنج رايت جولز. يبقى ده الافكتفنس. طيب انا ممكن في طريقي ودونج ذا رايت ثينجز وطريقي اتشيف الجولز احققها، بس اهدر موارد المؤسسه اللي عندي هي الافشنسي، يبقى دونج ثينجز رايت. يبقى انا محتاج في البرفورمانس بتاعي عشان اقول عندي هاير بيرفورمانس اداء عالي، محتاج بوث اوف ذيم، محتاج تو دايمنشنز، محتاج الافكتفنس والافشنسي. والحقيقه في حاجه اسمها كواليتي وفي حاجه اسمها كويس دايمنشنز، وذا تو موست امبورتنت الحقيقه الافكتفنس اند افشنس. والا حضرتك دلوقتي هتعمل اوبزورشن تحقق الجولز، برافو عليك، وتعمل اوبزورشن او تستنفذ الريسورس اوف ذا اورجانيزيشن، فانت ما عملتش حاجه، لانك انت معني ان تحتفظ بالريسورسز اكبر وقت ممكن، وما له علاقه بحاجه اسمها السستينابيلتي. انت حضرتك النهارده مش مطلوب منك كمدير انك تحقق توداي سكسس، نجاح النهارده. يعني المشكله الاساسيه ان احنا بنخطط، بس معظم الناس وهي بتخطط بتخطط بطريقه معينه ان هو عايز ينجح النهارده وبكره وهو موجود على الكرسي بتاعه. طب وات اباوت اللونج تيرم سستينابيلتي اوف ذا اورجانيزيشن؟ احنا عايزين يبقى عندنا مؤسسه
تدوم اطول وقت ممكن to ensure long term survival to deal strategically with the resources in order to maintain the longest duration of highest performance. مش عايز اشتغل النهارده وانجح السنه دي والسنه الجايه وبعد 3 4 سنين المؤسسه يحصل لها declining of performance وده بسبب ان انا وانا بعمل وانا effective بحقق الهدف I don't consider efficiency or resources. يبقى هنا الـ goal attainment والـ effectiveness concerned with ends. تمام؟ تمام. بس on the other hand الـ efficiency concerned with resources usage. يبقى أنا محتاج الاثنين الـ effectiveness and efficiency. والحقيقة الـ table ده مهم جدا جدا جدا. هدي لحضراتكم example عنه. وبالعربي بقى نحاول نقلع عشان احنا معانا ناس برضه ممكن التيرمز مش عشان ما بعرفش انجليزي لا قدر الله ولكن في تيرمز سبيسيفيك شويه لاندستريز معينه فاشوف دي اكسبلين. فهتكلم شويه عن الافشنسي والافكتفنس. على الليفت سايد او الفيرتيكال اكسس انا عندي الحقيقه اللي هو الافكتفنس. فهنا الافكتفنس. على الهوريزونتال اكسس عندي الافشنسي. جميل جدا. طيب تعال نتكلم بقى على اكزامبلز ريليتد للافشنسي والافكتفنس. هبدا بالاكزامبل الاولاني هاي افكتفنس اند هاي افشنسي. يعني احنا بنأتشيف رايت جولز واحنا بنأتشيف الرايت جولز بنعمل اوبتمايزنج of resources usage. بنستخدم الاستخدام الامثل للموضوع. هدي اكزامبل هنا عمليه قلب مفتوح. هجيب حاجه من عندي انا عيان عايز يعمل صمام يريبليس صمام يستبدل صمام في القلب. حلو جدا. وده لما قعدنا مع الكاستمرز والحقيقه احنا دايما السورس اوف جولز الموست ريسنت موست ترند بيفوكس على ايه؟ على حاجه اسمها سيتي كلوز او كريتيكال كواليتيز الفويس اوف كاستمرز. حتى احنا لما بنتكلم في الامبروفمنت عايزين نحسن الاداء اهم سورس اوف جولز بنعمله عندنا اسمه الفويس اوف اور كاستمر والكاستمر هنا البيشنت والفاميلي وبنحط له حاجه اسمها سبيكس سبيسيفيكيشن ليميتس وحدود بنشتغل عليها بحاجه اسمها كابابيلتي وحاجات كده معينه في الاخر يعني ايه عشان نحقق الجولز دي. فهنا بنسال الكاستمرز عندنا في السوق انت ايه الرايت سيرفيس اللي عايز اقدمها لك؟ انك تعمل لي عمليه قلب مفتوح تمام؟ هذه العمليه اعملها من غير ويزاوت كومبليكيشنز تمام؟ ويكون الجرح جرح نظيف والناس الدكاتره شطار وما يحصلش اي انفكشن واقعد 10 ايام الوقت المقرر واخرج من المستشفى بس برضه يكون البرايس ريزونبل. هنا بقى تاتي الاورجنايزيشن A وهرمز عليها بالرمز A دي مستشفى هوسبيتال تيرشري هيلث كير اورجنايزيشن بتعمل العمليه ديت فبتتشوز الرايت جول. الرايت جول هو ايه؟ ان هو الرايت سيرفيس هنا انك انت تعمل اوبن هارت سيرجري فالف ريبليسمنت ميترال استبدال صمام ميترالي تمام وهي بتعمله تكون هاي كواليتي اند ات ذا سيم تايم البرايس والكوستنج للسيرفيس ديت ريزونبل برايس ذا كاستمر اور ذا بيشنت از ويلينج تو بي فور هاي افشنسي هاي افكتفنس ايكوال الكلام ده ان المؤسسه او المستشفى دي هتعمل عمليه قلب مفتوح هيتم استبدال صمام للبيشنت تمام هيقعد الريزبل تايم 10 ايام مش هيحصل له اي كومبليكيشن ولا انفكشن وهيخرج وساعه ما يخرج هيواخد ايكو تقرير بيقول انه ويل فانكشن فالف وايفري ثينج اوكي. البرايس بتاع الكوست بتاع العمليه ديت هنقول عليه 50,000 ايجيبشن باوند وده ريزبل جدا النهارده. طيب اون ذا اذر هاند بقى في اورجانيزيشن بي هتعمل نفس العمليه تمام وهتطلع العيان في ال 10 ايام وهيخرج ويزاوت كومبليكيشنز بنفس الاوتكم ولكن في مشكله عشان هي ما عندهاش اوبتمايزيشن اوف ريسورسز يوزج هتضطر تسعر اعلى من المؤسسه او المستشفى ايه؟ فهنا التسعير كان 50,000 هنا يبقى 70,000. لو انت كاستمر او بيشنت او انت عائله بيشنت هتروح تعمل العمليه هتعملها في هوسبيتال بي ولا هوسبيتال ايه؟ دي 50,000 ودي 70,000 ذا سيم كواليتي اوف سيرفيس ذا سيم اوت كوم هتعمل فين؟ ايه؟ اكيد في ايه؟ طبعا الهايست افكتفنس اند هايست افشنسي اكيد بالظبط. طيب ليه بقى؟ لان هنا المانجرز بيتشوز ذا رايت جولز رايت سيرفيس يعني خدمه تمام وهنا طبعا مهدفه
ما تقدرش اي خدمه وخلاص، سالت الكاستمرز وعملت ديسكفرنج كاستمر نيدز وكان البلان تو ميت ذا كاستمر نيدز، اوكي؟ وانا بستخدم الريسورسز عملت ميكينج جود يوزنج اوف ريسورسز. هنا بقى عمل ايه؟ هنا اختار نفس السيرفيس، يعني شاف النيد وقال ان هي كونفنشنال فالف سيرجن، عمليه قلب مفتوح بفتحه هنا اسمها استرنوتومي، فتحه عاديه خالص كونفنشنال، ولكن هيخلق جرح نظيف ومش ادنى مشكله، اوكي؟ بس ما قدرش يسعر بال 50,000، سعر بال 70,000. فطبعا الماركت شير هيروح لصالح اورجنايزيشن ايه. طيب السؤال بقى اللي بيطرح نفسه النهارده، النهارده داخلين على حاجه اسمها انشورنس، وده في العالم العربي كله وفي مصر خاصه، تامين صحي. وفي انشورنس مختلف بشكل عام. انت النهارده على مستوى التامين كنتورك هتتعاقد معاها، انت كهيئه رعايه صحيه هتتعاقد مع مين؟ او هتتعاقد مع مين؟ هتتعاقد مع ايه ولا مع بيه؟ اكيد هتتعاقد مع ايه؟ تمام؟ ليه بقى؟ لان الحقيقه في النهايه القصه كالتالي، انك انت مش بس في التامين النهارده بقى بيتكلم على ريسورسز، بقى بيتكلم على الكواليتي مانجمنت، وكان من ضمن التامين كمان داخل ميه حاجه ثانيه اسمها ستاندردز اوف كير، اللي هي جهار ستاندردز زي سباهي وزي سي سي اي، بقى في ايجيبشن ستاندردز اسمها جهار، اللي هي جنرال اوثورتي في هيلث كير ريجوليشنز ستاندردز، اللي هو الاي جي كاب ستاندردز. فدي اصلا موجوده. فهتلاقي حضرتك المؤسسات اللي عندها مشكله في الافشنسي، يعني عندها بور بيرفورمانس، هتخرج من نتوركس في الغالب، تمام؟ لانها مش هتقدر تكمبيت في الماركت. تعالوا ناخد الاكزامبلز الثانيه. اكزامبل تاني في اللو افكتيفنس، يعني هنا بنختار الخدمه اللي البيشنت مش عايزها. مثلا هو قال لك اعمل لي قلب مفتوح، ما قالكش اعملها لي مينيمال انفيزيف، بفتحه صغيره في الصدر في الجنب الشمال كده 5 6 سم. مش فارق معاه. ليه بقى؟ مش فارق معاه، لان لما تيجي تسعر هنا الخدمه هتضطر تسعرها 100,000 وفيما فوق. قال لك وانا عشان شكل الجرح تكلفني 50,000 جنيه زياده، بلاها الخدمه دي. في النهايه احنا لو البيشنت مش عايز، يبقى هنا هيقدم الهوسبيتال هنا او المستشفى ديت اللي هي لو افكتيفنس لو افشنسي، هتقدم خدمه يبقى تشوز الرونج سيرفيس، البيشنت مش عايز. ومش كده كمان، شفت بقى ما يزيد الطين بله زي ما بيقولوا، هتقدم الرونج سيرفيس بهاي برايس ب 150,000 جنيه، فطبعا اكيد ما حدش هيروح له. هنا هاي افشنسي لو افكتيفنس احسن شويه، بس احسن في انهي اتجاه؟ قدم نفس الخدمه المينيمال انفيزيف بس ب 100,000، لانه بيميك جود يوزنج اوف ريسورسز، بس برضه البيشنت مش عايزها ب 100,000. الخلاصه احنا شوت فوكس هير، هاي افشنسي هاي افكتيفنس، الرايت سيرفيس وذ ريزمر برايس، والفاليو هنا اني ثينج ذا كاستمر از ويلينج تو بي فور. What managers do؟ What managers do يعني بيعملوا شغلهم، وظائفهم ايه؟ ادوارهم ايه؟ ايه السكيلز المطلوبه منهم؟ لو انا عايز ابقى مدير، ايه الفانكشنز المفروض اقضيها؟ ايه الادوار المفروض اقديها؟ ايه السكيلز المفروض اكواير السكيلز ديت عشان ابقى جود مانجر؟ فهنا الابروتش ده هتكلم من اكتر من اتجاه، في حاجه اسمها فور فانكشن ابروتش، وفي حاجه اسمها 10 rules approach، وفي حاجه اسمها السكيلز اند كومبتنسز. الحقيقه ان الفور فانكشن ابروتش والمانجمنت رولز ابروتش الاثنين دول ممكن نقول كومبلمنتي تو ايتش اذرز، وفي كل الاحوال انت محتاج السكيلز ومحتاج الكومبتنس، محتاج الجداره والاكسبيرينس وما الى ذلك. طيب نتكلم على شويه الفور فانكشنز او الفور مانجمنت فانكشنز. الحقيقه ان في فرنش اندستريالست اسمه هنري فويل، هنري فويل الحقيقه وكان ده من خلال هيز اون اوبزرفيشنز في المايننج اندستري، والكلام ده كان في 1940s، وكان هو صاحب ابروتش لما بيتكلم عن هيستوري اوف مانجمنت، حاجه اسمها جنرال مانجمنت ابروتش. يعني ايه؟ في ناس كانت بتفوكس على المانجر والمانجمنت فانكشن لما بيديسكرايب الاداره، وفي ناس كانت بتفوكس اكتر على الاورجنايزيشن، يعني الاستراكشر والبيروكراسي ابروتش، وفي ناس كانت بتفكر على التاسك والجوب، بتركز على التاسك والجوب، يعني بيتكلم على حاجه اسمها ساينتفك ابروتش، يعني ازاي نحقق التاسك. الحقيقه من اشهر الابروتشز اللي هو الجنرال مانجمنت ادمنستريتف ابروتش، اللي بيركز على المانجمنت فانكشن مبدئيا،
وده كان الحقيقه ينسب الفضل لاهله، ده هنري فويد، وبنى الابروتش ده على هيز اون اوبزرفيشنز في المايننج اندستري. خلاص. طيب الاول لما كان بيتكلم على الابروتش ده ما كانش فور فانكشن، الحقيقه كان فايف، كان خمس وظائف للمدير قبل ما يكونوا اربعه، يعني بقى كوندنس ديتا اون تو بي فور. كانوا في الاول بلاننج اورجانيزنج، مفيش مشكله، هم اسمهم بولك، الاختصار بتاعهم احنا بنقول بولك، فكانوا قبل ما يكونوا بولك كان اسمهم بوك. ايه بوك ديت؟ تعالوا كده مع بعض، بي، بي فور ايه؟ بي فور ايه؟ فور بلاننج. او فور وات؟ فور اورجانيزنج. امال الليدنج؟ قال لك سي اللي هي كوماندنج، سماها بقى اسم تاني، كان قبل ما تكون ليدنج كان اسمها كوماندنج، وكان في سي تانية اسمها كوردينيتنج. طيب امال الخامس ايه؟ السي الخامسه ايه؟ ايه؟ كنترول، صح؟ يبقى الابروتش ده كان اسمه ايه؟ كان سبوك ابروتش. امال دلوقتي الابروتش اسمه ايه؟ بولك ابروتش. يعني ايه بولك ابروتش؟ اللي هو بلاننج اورجانيزنج ليدنج اند كنترول. طيب هل انا النهارده وانا بتكلم على بيزك كونسبتس اتكلم على ديتيلز، فول ديتيلز في البلاننج والاورجانيزنج ليدنج كنترول؟ الحقيقه انا هركز اكتر النهارده في الكلام عن المانجمنت والمانجمنت فانكشنز رولز، ودي الجنرال والبيزك برنسبلز اوف اني مانجمنت، وهتكلم اكتر على البلاننج والاستراتيجيك بلان. اوكي، وانا بتكلم في طريق الكلام على البلان هتكلم على الاكسترنال انفايرمنت وهتكلم على الكالتشر. صعب جدا النهارده في الوقت المتاح هتكلم على الاورجنايزنج اوكي، ولا على ليدنج ولا على كنترولنج. ده جزء برضو من السكوب لكورس اسمه كونتمبرري مانجمنت، لو في فرصه ثانيه ان شاء الله هنتكلم عليه. لكن ان بريف هايلايت ذا موست امبورتنت اينستنس ريليتد تو اورجنايزنج ليدنج اند كنترولنج، وهتلاقيني بتكلم عليها كثيرا اثناء الايه الليكتشر. البلاننج يعني ايه؟ التخطيط. والتخطيط يعني ايه؟ ديفاينينج جولز، استابليشينج استراتيجيز، development of plans. الاول احدد الاهداف، strategic goals، الoperational goals، التactic goals. اوكي، حط الاستراتيجيات. والجولز بالمناسبه هي الميل، الانس، التارجت اللي عايز احققه. طب ازاي اوصل للتارجت؟ دي الاستراتيجيز، الاستراتيجيه، الويز، الطريقه الوصول للتارجت اسمها ايه؟ الاستراتيجيز. طيب الجولز احققها من خلال استراتيجيز. طيب الجول ده عشان احققه محتاج اكشن بلانز، اللي هي تساوي كلمه هاو ان ديتيلز، التفاصيل بقى. همسك كل جول واقسمه الاوبجكتيفز، وبعد كده اقسم الاوبجكتيفز لايه؟ لتاسكس واكشن بلانز، وابتدي اشتغل على الاكشن بلان. ففي الاخر اي استراتيجي جول في النهايه بيوصل في صوره اكشن بلان او تاسك بيتم تنفيذه. والبلاننج في فورمال بلاننج، في انفورمال بلاننج، وفي استراتيجيك بلاننج اللي احنا هنركز عليها اكتر النهارده ان شاء الله. اورجنايزنج، طيب عشان احقق البلان مين هيعمل البلان ويحققها؟ من الخطه دي هتتحط، مين هيحقق الخطه؟ ده سؤال. التوب مانجر يا دكتور؟ التوب مانجر بس هيحط الخطه، والميدل لاين معاه، والميدل لاين تمام هيساعده في وضع الخطه. تمام. طيب اتحطت الخطه وخدوا زي ما قلنا هنعتمد الابروتش بتاع هياخدوا هيريسيف انبوتس فروم ذا لور ليفلز فيرست لاين مانجرز. طيب اوكي، طيب البلاننج دي مين هو از ريسبونسبل تو امبلمنت ذيس بلان؟ مش الامبلويز، مش الوركرز، مش ات ديفرنت ليفلز اوف ذا اورجانيزيشن هم هيحققوا القصه ديت؟ طيب عشان يحققوا الخطه ديت يبقى انا محتاج بيبل ومحتاج امبلويز، امبلويز يشتغلوا على الخطه. تمام. الامبلويز دول مش ليهم اكتيفيتيز وتاسكس؟ يبقى السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، وات تاسكس تو بي دان تو اتشيف ذا بلان؟ ايه الاهداف؟ طب هاو تو جروب ذيس تاسكس؟ ازاي هنجمع التاسكس ديت؟ ما يسمى بالديبارتمنتاليزيشن، هنقسمهم في اقسام شكلهم عامل ازاي؟ تمام؟ يبقى لازم اخد ديسيجن ريجاردنج ايه؟ حاجه اسمها ورك سبيشاليزيشن التخصص، حاجه اسمها الديبارتمنتاليزيشن هقسم ازاي التقسيمه؟ في حاجات تراديشنال يقول لك في كذا تقسيمه تراديشنال زي الديفيجنال ديبارتمنت، زي الكاستمر ديبارتمنتاليزيشن، زي هقسم حسب الجيوغرافيك ريجونز، وده حسب الديفرنت اندستريز ومش هقدر طبعا اتكلم عليها بالتفاصيل. طيب وانا بعمل اورجنايزنج الاكتيفيتيز عشان ان اوردر تو اتشيف البلان عشان احقق الخطه ديت، مش انا محتاج ان انا اعمل لاين اوف اوثورتي
يعني مين يرفع لمين؟ هو ريبورتس تو هوم؟ يبقى الصلاحيات هتنزل منين لمين؟ لفين؟ واللي هيشتغل هيرفع لمين؟ هيعمل ريبورت لمين؟ يبقى حاجه اسمها لاينز اوف اوثوريتي. برضه في حاجه اسمها سبان اوف كنترول. عايز اعمل كنترول على الورك اكتيفيتيز، يبقى انا عايز هاو ميني امبلويز ا مانجر كان افكتيفلي اند افيشنتلي مانج. يعني في حاجه اسمها سبان اوف 4 وسبان اوف 8. يعني ايه سبان اوف 8؟ يعني مدير لكل 8 في الديفرنت ليفلز. يعني سبان اوف 4 مدير لكل 4. هسالكم سؤال بسيط جدا، لو انا النهارده عندي كومبلكس تاسك، حاجات معقده جدا خلاص، والسكيلز بتاع الامبلويز مش قد كده، هيبقى الاسبان عندي اوف 8 ولا اوف 4؟ حاجات كومبلكس معقده جدا وخبرات الناس قليله، 4 يبقى محتاج مور كنترول. يبقى فور. الاسبان بتاعي يضيق ولا ما يضيقش؟ يضيق. يبقى انا محتاج لكل اربعه، لكل مدير لكل اربعه. On the other hand span of 8 اللي هو الكبير الوايدر سبان، لا، لما اكون هايلي سكيل بيرسونال اند امبلويز وفي نفس الوقت التاسك سيميلر نوت كومبلكس، فبالتالي ممكن مش محتاجين سوبرفيجن عالي، هيبقى سبان اوف 8 اوف 8. وده بعد كده باي ذا واي بيعيد لي تشكيل شكل الاستراكشر. في عندنا استراكشرز كونفشنال اسمه ميكانيستك ابروتش، حاجات متحزمه. يعني ايه؟ مفيش سنتراليزيشن، مفيش ديسنتراليزيشن، في حاجه اسمها مركزيه في اتخاذ القرار. الفلو اوف انفورميشن توب داون بشكل يعني عسكري زي ما بيقولوا، اوكي؟ بيعتمد اكتر على الفورماليزيشن، على الرولز والريجوليشنز، ما بيعتمدش على الانوفيشن والكرياتيفيتي. ده الميكانيستك نوت ادابتبل فيكسد ريجيد. انما الاورجانيك ابروتش عامل زي الاميبا، عارفين الاميبا؟ وحيده الخليه بتتشكل، هو ادابتبل فليكسبل ديسنتراليزد ابروتش، ابروتش ليس فورمال، مش محتاج كل شويه اوجه الناس بستاندرد اس او بيز وبريجليشنز واوجههم، لان هم الناس السكيلز عندهم عاليه والحقيقه الكريديبيلتي عندهم عاليه والكومبتنس عندهم عالي، عندهم الاوتونومي بتاعهم عالي، وهم عندهم سيلف سيت جولز بتاعتهم، فشغالين، فدول مش محتاجين مور كنترول. وده الفكره الاساسيه. يبقى لازم احدد في الاورجنايزنج هاو تو ارينج الورك اكتيفيتيز، ازاي الورك سبيشاليزيشن والتخصص. التخصص حلو اللي مفيش كلام، ولكن اوفر سبيشاليزيشن، يعني احط الواحد يو بيرفورم ذا سيم تاسك فور 10 ييرز مثلا، ده هيؤدي الى بور بيرفورمانس وديكلايننج اوف بيرفورمانس. يعني يقول لك السبيشاليزيشن التخصص حلو جدا بس ويزن ليميتس. يعني انت لو حطيت واحد في قسم مثلا دكتور او ممرض زميل يشتغل في قسم مثلا العمليات ويشتغل 10 سنين، نفسه يروح الاي سي يو، نفسه يروح الامرجنسي، مع الوقت هيبقى لسه موتيفيتد، هيحصل حاجه اسمها بيردن، هيحصل ابسنتيزم، هيغيب، هيمل، وهيحصل ديكلايننج اوف بيرفورمانس. لو انت بتحط وبتوزع التاسكس لازم تعمل حاجه تنوع، تعمل جوب انريتشمنت تخليه يتنوع في اداء المهام الخاصه بيه، سواء كان في هيلث كير او نون هيلث كير. الليدنج بقى، طيب الناس دي اللي هي ارانجد في ستراكشر، في ديليبريت ستراكشر معين، وفي لاين اوف اوثورتي معين، الناس دي مش محتاجه تو بي موتيفيتد، مش محتاج حد يحفزها، مش محتاجه افكتيف كوميونيكيشن، مش محتاجه ديليجيشن، ان انا مش ممكن تطرا بينهم مشاكل في الكونفليكتس مثلا، need to be resolved, how to resolve the conflicts. الناس دي مش محتاجه منتور ولا رول، ولا محتاجه رول بلاي ونموذج يحتذى به والصول قدامهم. محتاجين، فمحتاجين الليدر شيب، محتاجين الليدر. ولذلك الحقيقه يعني المدير ممكن ما يكونش ليدر، بمعنى المدير ما ينفعش يبقى ليدر الحقيقه، لكن ينفع يكون له صفات الليدر شيب. يعني بوست مانجر اند ليدرز كومبليتلي ديفرنت، بس المانجر له ليدنج اكتيفيتي at different levels. اي نعم الليدنج اكتر على الفيرست ليفل وشويه عند الميدل واقل ما تكون عند الفيرست، عند التوب او الهاير ليفل، ولكن انت محتاج يكون عندك ليدر شيب ابيليتيز كمدير حتى لو كنت السي او بتاع الاورجنايزيشن، لانك انت محتاج افكتيف كوميونيكيشن، محتاج تو موتيفيت الامبلويز، محتاج تديهم سبورت، تمام، محتاج تنزل لهم شويه، ما تبقاش قاعد في مكتبك قافل على نفسك. والصوره التراديشنال المدير يجي يقفل على نفسه من الساعه 8 الصبح، يروح الساعه 4، لا بينزل ولا بيسبورت الناس في الاكتيفيتيز بتاعتهم، ولا بيقول لهم الله ينور عليك، ولا شد حيلك، ولا الكلام ده كله، سواء كان رئيس قسم في الجامعه،
سواء كان مدير مستشفى، سواء كان مدير قسم او مدير مؤسسه ايا كان. يبقى الليدنج الحقيقه مهم جدا، وهنتكلم في رولز التفاصيل عنها. الكنترولنج بقى حلو، انت بتليد الناس وبتعمل لهم موتيفيشن وبتديهم سبورت ان اوردر تو موتيفيت ذيم تو اتشيف ذا اورجانيزيشن جولز. كل ده في النهايه اساسه ايه؟ بتبدا بالبلاننج وتورجنايز الورك اكتيفيتيز ان اوردر تو اتشيف البلان، واثناء الاورجنايزنج الورك اكتيفيتيز لازم تليد الناس وتكوميونيكيت افكتيفلي وتموتيفيت والديليجيت، يعني تصوب الناس وتديهم صلاحيات عشان تساعدهم ان هم يسبورت، ومش كل حاجه تعملها بنفسك كمدير. محتاج تعمل بقى كنترول. يعني ايه كنترولنج؟ مش معنى انك انت توصل لمرحله انك انت تكنترول الديفيشن، لا. كنترولنج يعني بتمونيتور ريجولار بيرفورمانس، يبقى ريجولار مونيتورنج اوف ذا بيرفورمانس. اداء الناس شود بي مونيتور، يتم ان هو اور ميجرد ريجولار. فبقيس الاداء بمقاييس الاداء بالكي بي ايز بالاوتكمز وات ايفر. فبالتالي انا لما اجي اعمل بلان، مش المفروض ان انا احط مقاييس عندها او ستاندرز اقول ان الخطه اتحققت او ما اتحققتش، ولا بحطها كده وخلاص؟ اللي بيحط الخطه مش لازم يكرييت ستاندرز وذ ذا بلان، عشان الستاندرز ليتر اون تو فاسيليتيت الكنترول اقدر اميجر. طب انا قست وخلاص وشفت الاداء، طب انا بقد كويس ولا بقد وحش؟ مش لازم اكومبير اجينست ستاندرز وكي بي ايز معينه سيت ان ذا بلاننج ستيب، ولا كده وخلاص؟ يبقى في كومباريزون، يبقى ميجر كومبير. طيب وانا بقارن، لو لقيت انا البرفورمانس زي الستاندرز اقول الحمد لله وحققت الجول وحققت الستاندرز. طيب لو لقيت نفسي كل مره وانا بعمل بميجر البرفورمانس لقيت بعدي الستاندرز كل شويه اكتر من الستاندرز، تفتكروا المشكله فين؟ لو كل شويه وانا بقيس الاداء لقيتني اكتر من الستاندرز وعديت الستاندرز، يبقى المشكله فين؟ عايزين نشغل دماغنا، المشكله فين؟ ان انا اخترت ستاندرد غلط وقليل بالنسبه لي، اندر استيميتد ستاندرد، عملت اندر استيميشن، يعني لازم ارفع شويه الستاندرد، يبقى بتهم هنا الستاندرد. تمام، بتهم الستاندرد. طيب هفترض ان انا كل شويه كل ما اعمل ميجر العكس بقى، عكس السيناريو ده، ان كل ما اجي ميجر وكومبير الاقيني مش قادر احقق الستاندرد. ده كونسيستنت اول ذا تايم، يبقى المشكله برضو فين؟ ممكن يا دكتور انا حاطه ان ريليستك جول ستاندرد عالي جدا، الناس كان نوت اتشيف الستاندرد ده الابيلتيز بتاعتهم. طيب السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، لو لقيت، هتكلم بقى على سيناريو تاني، لقيت سام تايمز الناس بتحقق الستاندرز سام تايمز ما بيحققوش الستاندرز، فلما بقعد معاهم وايفاليت البرفورمانس بقى البرفورمانس من ضمن الكنترولنج البرفورمانس ابريزل، مش بس ان انا بميجر البروسيس، بميجر كمان البرفورمانس لويس، ناس اداء الناس في المؤسسه. كل شويه بيشتكوا من الستاندرز. طيب مع ان في ناس ثانيه حققت نفس الستاندرز في يونتس ثانيه وفي اقسام مختلفه. يبقى الحاله ديت ايه الشك يكون عندي في ايه؟ في الستاندرد نفسه، لان برضه فكره انك انت تو تشينج الستاندرز لازم يعني الكلام ده يتاخذ ايه؟ بشكل كوشيس، بشكل بحذر شديد جدا. لو لقيت ان في ناس بتحقق وناس ما بتحققش، فاللي ما بيحققوش بيتهموا الستاندرز، يقول لك انت حطيت لنا مؤشرات اداء عاليه جدا اكتر بكتير جدا من قدراتنا على التنفيذ. يبقى هنا المشكله في الغالب هتبقى فين؟ قدرات الامبلويز نفسهم، قدرات الامبلويز والبرفورمانس بتاعهم. القدرات دي حاجه من الاثنين، تريننج يا اما ايه يا اما ايه؟ سكيلز كومبتنسز بتاعتهم، يا اما في مشاكل في التريننج ما دربتهمش انت اصلا على التاسك قبل ما ايه اساين الشخص للتاسك وقال لك اوكي هعملها لك، وفي الاخر انت ما خدش حقه من التدريب ولا الاورينتيشن. فايه الحته دي؟ حساسيه الكنترولنج جايه منها. يبقى ملخص الكنترول بين ميجر البرفورمانس بين كومبير اجينست الستاندرز والكي بي ايز بتاعتنا اللي هي بورن ان ذا بلاننج ستيب. عشان كده الستاندرز بيسموها حاجه اسمها بلاننج كنترول لينك. ليه؟ لان بورن ان ذا بلاننج ستيب تو بي يوزد اور تو فاسيليتيت ذا كنترولنج فانكشن. اتولدت في البلان استخدمها في الكنترول. يبقى ميجر البرفورمانس كومبير اجينست ستاندرز اند كوريكت ان كيس اوف ديفيشن لو حصل اي ايه خلل او ايه، وده الايه دي وظائف الكنترول. طيب طبعا اكيد قالوا لحضراتكم لو في اي اسئله ارجو ان حضراتكم تداولوها، وان شاء الله طبعا هيبقى في توقيت لاجابه على كل اسئله حضراتكم. انا بحاول احرص
على البارتيسيبيشن والانتر اكشن. طيب احنا خدنا الفور فانكشن ابروتش او البولك ابروتش اللي كان اسمه بوك ابروتش كوندنس تو بي فور فانكشن، ودلوقتي خلاص سيتلد ان هو الفور فانكشن كل لانج اورجانيزنج ليدنج اند كنترولنج، مفيش كلام اسمه بوك خلاص، ده كان في الايه في الاربعينات. طيب المانجمنت رولز ابروتش، مين بقى اللي عمل المانجمنت رول؟ والحقيقه هما الاثنين هنري برضه، بس الثاني كان اسمه هنري فويل وده اسمه هنري مينسبير، وده الحقيقه الابروتش ده كونتمبري ابروتش وريسنت ابروتش. بدا يقول لك الحقيقه ان الجنرال ابروتش ده او المانجمنت ابروتش والفانكشن فور فانكشن ابروتش الحقيقه شويه بروت ومش سبيسيفيك، وفي ادوار الحقيقه ما قدرش يدخل فيها ولا يحددها بشكل ايه سبيسيفيك. فبدا يفكر، والحقيقه هنا بقى كان ساينتفك جدا في الاوبزرفيشنز بتاعته، كان بيعمل ميتنجز مع المانجرز وكان بيعمل اوبزرفيشن وات مانجرز دو اوفر ييرز. هنري مينسبرج ده وله فيديوهات شهيره الحقيقه على الـ على الـ على الويب وعلى اليوتيوب، ممكن حضراتكم تسيرش باي هنري مينسبرج، ولو في فرصه ندي فيديو من الكلام ده ممكن. والحقيقه من الناس اللي له مساهمات كبيره جدا في الحته ديت، وكان من اعظم اضافاته للاداره هي الرولز دي. وبالترتيب الحقيقه بتاع الرولز انر بيرسونال رولز انفورميشنال رولز اند ديسيجنال رولز، هما 10 رولز ابروتش. وخلي بالكم هسالكم كمان شويه ايه الابروتش اللي هيوين ذا برايس، يعني من وجهه نظرك انت بتريفير ويتش ابروتش؟ هل بتريفير الفور فانكشن ابروتش اور يو بريفير ال 10 رولز ابروتش، ولا نقدر نعمل ميكس بين الاثنين ونختار احنا محتاجين الاثنين مع بعض؟ طيب الحقيقه ان هم بالتضرب، يعني الادوار ديت مبنيه على بعضها الادوار دي، ودي ميزه فيها. لما قعد يفكر فيها قال لك انك انت مش هتقدر تؤدي الانفورميشنال رولز من غير ما تؤدي الانر بيرسونال رولز، وعشان توصل للديسيجنال رولز انت محتاج الانفورميشن. هي بالتدريج كده، تعال نمسك رول باي رول ونهايلايت الرول ده ونقول يعني ايه. فما اقول الانر بيرسونال رول، اقول اللي المانجر از ا فيجر هيد، المانجر از ا ليدر، المانجر از اللي هو ايه اللي ييزن رول. يبقى ده معنى ايه الفيجر هيد؟ يعني ايه هنا بقى عايزين المساهمات حضراتكم، فيجر هيد يعني ايه؟ طب اقول فيجر هيد العقل المفكر يعني؟ لا قربنا شويه، اللي هو الهيكل هو توليد او الهيكل رول موديل توليد او الهيكل المؤسسي للتفكير في ديسيجن ديسكريبشن. يس، اقدر اقول هو لو قلت المؤسسه الفلانيه وعايز افتكرها بشخص واحد هفتكرها بالفيجر هيد بتاعها. ايوه، فهو يمثل كل المؤسسه، هو الممثل الرئيسي للمؤسسه. لما بيقعد في الميتنجز بيقعد على راس الايه الراوند تيبل، على راس الطاوله. أيوة. اتكلم على السيريمونيال رول، يعني لو انا الادوار الاحتفاليه، يعني مثلا هو بيبارتيسيبيت في السوشيال ايفنتس له دور. والحقيقه انا كنت مدير في يوم من الايام واعرف اهميه الدور ده كويس جدا. عشان اكون مدير ناجح، عشان انا قعدت اشتغل مدير فور 3 ييرز وانا مدير لمؤسسه كانت هيلث كير اندستري الحقيقه، وكان معايا موظفين وكان الكالتشر بتاعتهم كانت سترونج كالتشر، وكان الجزء السوشيال فيري امبورتنت، فكره ان احنا بقى الحته الانتر بيرسونال، الحته اللي انك انت تبان في الشده وتطمن الناس وتطبطب عليهم دي مهمه جدا. اوعاك تكون مدير وقاعد بتتكلم من برج عالي، الناس ما بيشوفش منك غير الوش الخشن، عمرك ما بتبتسم وش الناس، بتتكلم قليل جدا تمام، وما بتحاولش انك انت تاخد وتدي مع الناس في الكلام، قافل على نفسك باب. السيريمونيال رول ده مهم جدا الحقيقه، بس ارجو انه ما يتحولش لحاجه اسمها كانتري كلاب مانجر، يعني مدير بقى محولها ايه بيفطر في وسط قلب الموظفين تمام، طول الوقت قاعد تحت وسايب المكتب بتاعه. ما هو الفكره ايه؟ لازم كل حاجه تكون بشكل ريزونبل تمام. فانت لا تمنع نفسك عن الناس ولا تبقى في وسطهم طول الوقت، هيبقى صعب جدا. هم اولا ما يحبوش انك تبقى معاهم طول الوقت، هيقلقوا منك. وفي نفس الوقت برضو لازم يبقى في نوع من انواع، اتكلم يعني برضو بصراحه، ان هم يعني يحبوك ويبقى فيه احترام، والاحترام بيجي من الهيبه شويه، والهيبه اللي هي وذ ليميت انك انت يعني ما تندمجش لدرجه كبيره جدا جدا لدرجه انك انت تنصهر انصهار كلي تحت وتسيب وظائفك الاداريه، لانك ليك وظائف ثانيه، ليك استراتيجيك بلان بتعملها، ليك اورجنايزنج فانكشنز،
ليك اكسترنال نتورك لازم تتواصل معاها بره المستشفى، ليك اجتماعاتك مع مجلس الاداره، فصعب جدا تقضي الوقت كله تحت، وان كان مطلوب منك تقضي جزء مهم من وقتك تحت، وما تقفلش على نفسك الباب وما تحجبش نفسك عنه. فالحته دي عامله زي الملح في الطعام زي ما بيقولوا، محتاجه تو بي ادجاستد وتو بي كنترول. طيب فالفيجر هيد السيرمونيال رولز رول بتاعك انك انت برضو الليجال سايننج، مين مسؤول يمضي على الشيكات، يمضي على الادمنستريتيف بيبرز اللي موجوده، هو برضو انت ذا فيجر هيد. الليدر، الليدر رول، دورك كليدر. ليدر الحقيقه احنا بنقول ايه بقى، بوث مانجرز اند ليدرز سموات ديفرنت، يعني مش هقول كومبليتلي ديفرنت لكن مختلفين. لو واحد ليدر اللي هو بقى طول الوقت بوص في الناس تحت تمام، يبقى الليدر كان نوت ورك از ا مانجر، اللي هو الليدر بيور ليدر يعني، مش اللي عنده ليدر شيب ابيليتيز، مش مدير بنوصيه ان خليك ليدر وخليك رول موديل شويه وما تحجبش الناس. يعني المانجر شود ستراجل تو بي ا ليدر، يعني يبقى عنده ليدر شيب ابيليتيز، ولكن الليدر كان نوت بي ا مانجر. ليه؟ لان الليدر ده مهمته الاساسيه دي باي دي يسبورت الامبلويز والموظفين اللي موجود معاه في الاقسام بتاعته وشغال معاه وشايفينه كل يوم، ده شغله الاساسي. وعنده انفلونس، والانفلونس بتاعه عشان يعلي الاداء بتاع الناس من وجوده في وسط الايه؟ في وسط الناس. وتعريف الليدر اللي هو someone who has an influence وفي نفس الوقت عنده some authority، عنده برضه صلاحيات وعنده تاثير. بي بيليف ان ذا امبلويز، بي انكارج ذيم، بي سبورت اند كورنيت ذيم، اند ان بقى في معظم في اخر المطاف بي كوركت ذيم اف زي جيت اوت اوف ذا واي، محتاج ان هو يرجعهم لجاده الصراط. فانت كمدير محتاج تو بي ليدر من هذا المنظور، تو انكارج، تو سبورت، تو موتيفيت. طب ليزن يعني ايه بقى؟ ليزن كانتر بيرسونال رول التركيز بتاعه انترنال ولا اكسترنال؟ هو مين الاكسترنال؟ يعني ايه ليزن؟ ليزن تو استابليش an effective external network with contacts or of contacts in order to get the value added information and the resources for the organization. فانت كليزن محتاج انك انت كلمه ليزن يعني شبكه علاقات مع الستيك هولدرز، والستيك هولدرز سبيشالي اللي هم with high interest in what the organization do، اللي عندهم مهتمين بالمؤسسه وبيتابعوا الشغل معاك بشكل لصيق، وفي نفس الوقت عندهم باور يقدروا يساعدوك، يجيبوا لك ريسورسز لو في مشاكل بره يحلوها لك تمام. فدي نقطه مهمه جدا، فانت تو استابليش اكسترنال نتورك كونتاكتس. طيب خلاص انا قدرت احصل من خلال علاقاتي على الانفورميشن المهمه، ننتقل بقى للانفورميشن رولز اللي هي بيست اون انتربيرسونال رولز سبيشالي الليزن. To monitor، كلمة to monitor يعني ايه؟ To scan the environment، to collect the information، the important information required for the organization، تجمع بقى معلومات عن اللي بيحصل في الاوتسايد انفايرمنت، ايه الظروف الاقتصادية، احنا الاتجاه اللي الدنيا ماشية معاه في الابر او الهاير ليفلز، زي مثلا وزاره الصحه اخبارها ايه، وزاره الصناعه اخبارها ايه، الجامعه اخبارها ايه، الجديد في القوانين. فتبقى انت بتمونيتور، يبقى اب تو ديت ريجاردنج الانفورميشن. والحقيقه من اهم الريسورسز في اي مؤسسه في الدنيا كلها الانفورميشن ريسورسز اللي هي المعلومات. المعلومه التايملي انفورميشن اللي بتيجي في ميعادها تساوي فلوس كتير جدا وفايتال فور ذا ايه، فور ذا اورجانيزيشن. يبقى تمونيتور يعني ايه؟ تو مونيتور تو كولكت فاليو ادد انفورميشن فور يور اورجانيزيشن. طيب انت جمعت المعلومه هتحتفظ بيها عندك؟ تقفل عليها الدور ولا ايه؟ هنا بقى تاتي فكره، انت فكرك ايه؟ انت راجل مركزي قوي وبتدي بالقطاره وحاجب المعلومه عن الناس، يبقى دي مؤسسه الحقيقه ضعيفه جدا. وانت مدير ما انتش مدير ناجح. ولكن لو انت مهتم انك انت تديستريبيوت، انت عارف بقى الناس اللي تحت منك في الليفلز محتاجين ايه؟ فانت جمعت لهم معلومات والمعلومات دي بتديسيمينيت، يعني دورك كديسيمينيتور بقى. وهنا الديسيمينيتور على سكيل واسع، بوت بيز ديسيمينيشن، بتوصل انك توزع المعلومات على ذا موست وايدر سكول سكوب، الاكبر نطاق ممكن. يبقى ديستريبيوشن اوف فاليو ادد انفورميشن تو سب اوردينتس تو ميدل مانجرز تو فيرست لاين مانجرز
عشان الانفورميشن اللي هي بتاد فاليو واسينشال اند امبورتنت فور ذا اورجانيزيشن. طب سبوكس بيرسون بقى، يبقى لما بقول الديسيمينيتور الاورينتيشن بتاعه انترنال، طب انت مش محتاج يبقى في معلومات تطلعها اكسترنالي ولا كل توجهك انترنالي؟ محتاج ايه؟ محتاج انترنال واكسترن الحقيقه يعني. فكونك سبوكس بيرسون هتتكلم باسم ايه؟ اسم منظمه، المؤسسه، اسم المؤسسه بتاعتك. رئيس الجامعه بيتكلم باسم الجامعه، رئيس القسم بيتكلم باسم القسم اللي موجود فيه. فسبوكس بيرسون هتتكلم عن ايه؟ ذا تيم. ها انت هتتكلم عن ايه؟ ذا تيم. ايه انا عايز اعرف الاكسترنال انفايرمنت اللي خارج النطاق بتاعي، اعرفه ايه؟ الاتشيفمنتس والانديكيتورز او اصحاب المصلحه والمستفيدين، المستهلك والمستفيد. اكسلنت. عايز اتكلم على اصحاب المصلحه. اكسلنت اكسلنت. عايز اتكلم مع اصحاب المصلحه. ايوه يس. عايز اتواصل مع الكاستمر، الاكسترنال كاستمر، البيشنت والفاميلي. عايز اتواصل مع السبلاير. هتكلم فيدباك، جيت فيدباك عشان الاستمراريه، عشان النجاح. اكسلنت. الاستمراريه اللي هي اسمها ايه؟ عشان السستينابيلتي. دكتوره عبير ودكتوره سمير، ودكتور سمير ودكتور علي، عشان السستينابيلتي عايز اجيت فيدباك من الاكسترنال انفايرمنت، من الستيك هولدرز، عشان اعلي الانتاجيه. لازم الاستمراريه والفيدباك والقياس المستمر لمؤشرات الاداء. تمام. يبقى لازم انا اتكلم باسم المؤسسه اكسترنال، بتكلم عن السيرفيس اللي بتقدمها المؤسسه، بتكلم بقى عن الهاي بيرفورمانس بتاعنا، بتكلم على الاتشيفمنتس، بتكلم على البوليسيز وسياسات المؤسسه، بتكلم على السيرفيس ونيو سيرفيس احنا دخلنا دلوقتي، خدمات جديده، ازاي نتواصل مع الكاستمرز هنا، اتكلم على البريشر جروبز والميديا، لما اتكلم في الميديا في وسائل الاعلام، التلفزيون، السوشيال ميديا، اتكلم عن اللي هو البيزنس موديل الجديد او الترانسفورمنس على المدى البعيد. اكسلنت. لو عندي استراتيجيك بيزنس موديل جديد، اللي عندي موديل جديد، حاجه جديده هدخلها هتديني ماركت شير اعلى وهكومبيت في الماركت بيها، فلازم اتكلم بالناس عنها. دخلت مينيمال انفيزيف فالف سيرجن ولقيت الترند ماشي في الاتجاه ده والناس محتاجه الخدمه ديت، ابتدي اتكلم عنها كده، اسوق لها واتكلم في السوشيال ميديا. طب وش معنى ان اتكلم عنها؟ ما خلي بتوع الماركتنج يتكلموا عنها. او العقل المفكر دائما بيفكر في خطط بديله على مسار نجاح العمليه الكوميونيكيشن في البزنس، فلازم بيقيس على المدى البعيد والخسائر والاهلاك في كل حاجه، بنخطط اكثر من بلان. اكسلنت دكتور عادل، اشكر خاطر جدا، يديك العافيه. اشكرك. سبوكس بيرسون بتتكلم اورينتيشن بتاعك بتستنيت انفورميشن اكسترنال، انما الديسيمينيتور انترنال للديبارتمنتس والسبوردينيتس والامبلويز والستاف اللي موجود عندك. طيب خلاص بقى عندك بقى مخزون من المعلومات وعلاقه جيده جدا مع الامبلويز اللي موجوده عندك، وعلاقات بالليزن سترونج افكتيف نتورك اوف كونتاكتس. خلاص بقى انت محتاج تاخد قراراتك. قراراتك هنا انت بتسبورت الديسيجن رولز بتاعتك. ايه بقى الديسيجن رولز المطلوبه؟ as an entrepreneur, as a disturbance handler, resource allocator, negotiator. نتكلم واحده واحده. entrepreneur يعني ايه entrepreneur؟ entrepreneur جاي من entrepreneurship، وال entrepreneurship جاي من entrepreneur، يعني رائد اعمال. يعني ايه رائد اعمال؟ يعني شخص innovative، بيتيك الريسك، بي search for opportunities، بيحاول ان هو different ways to perform، different ways of doing things، طرق مختلفة، ازاي يجدد دماء المؤسسة بتاعته. دايما بتدور على التشينج نحو الأفضل، عشان السستينابيلتي واللونج تيرم ديوريشن، عشان هو عارف انه ناجح النهاردة. بس هل نجاح النهاردة يضمن لي نجاح على المدى البعيد؟ لا. وهل يضمن لي بالنسبة للشير هولدرز ان هم اللونج تيرم سرفايفر، الشيرز والفاليو يعني الأسهم بتاعتهم بتزيد وهو المؤسسة عمالة تقوى، فأقدر ان انا اتوسع في المؤسسة وان انا اعمل جروس استراتيجي، ترى كومبيت في الماركت ولا لا؟ يبقى لازم از انتربرينور عندي عين بتشوف الاوبورتونيتيز فين، واشوف الاوبورتونيتي والفرص اللي موجوده اكسترنالي واتحيز هذه الفرص. بيعمل دايما عنده انيشيتيفز، عنده مبادرات للتحسين. يعني مثلا لو انت في هيلث كير اورجانيزيشن وانتر بداوا يتكلموا على الاكريديتيشن،
يبقى لازم دي opportunity to improve انك انت تادوبت مثلا هيلث كير انفورميشن سيستم. مثلا الناس كلها النهارده شغاله تراديشنال، وبدا الكلام في اتجاه انك انت اكواير هيلث كير انفورميشن سيستم، الكترونيك ميديكال ريكورد، هيلث ريكورد. لو في اندستري ازاي ازاي تميكن المؤسسه بتاعتك تشتغل ديجيتال وتجيب مانجمنت سبورت سيستم، ويبقى في افكتيف الكترونيك كوميونيكيشن، وتتواصل مع الاكسترنال انفايرمنت الكترونيكالي. فده الانتربرينور الحقيقه هو الى حد ما مودريت ريسك تيكر، شخص انوفيتيف بيسيرش فور اوبورتونيتيز اور اذر ويز فور دوينج ثينجز، مش دايما ثابت على نفس الطريق. اما الديستربنس هاندلر بقى، هل الامور بتخلو من الديستربنس والمشاكل واحنا شغالين في فيري دايناميك كومبلكس انفايرمنت؟ لا طبعا، عندنا دايما بريشرز، والبريشرز دي ممكن تكون انترنال بريشرز، ضغوط عليك كمدير داخليا، واكسترنال بريشرز، ضغوط خارجيه. طب الضغوط الداخليه والخارجيه لازم انت تبقى جود ديستربنس هاندلر، هاو تو ريزولف الكونفليكتس امونج امبلويز اند سبوردينيتس اور مانجرز ات ديفرنت ليفل، ازاي تفكك وتحل المشاكل المعقده في المستويات الاداريه المختلفه اللي موجوده. كمان هاو تو ريسبوند تو اكسترنال بريشرز، عندك مثلا لو في ايكونوميك بريشر دلوقتي، مثلا عندنا في هاي انفليشن ريت وتضخم عالمي في بلادنا وفي البلاد اللي حوالينا، تمام، ودايما الكوستنج بقى عالي جدا، والسبلايز بقى فيها مشكله، ده ديستربنس في الانفايرمنت، حاجات بوليتيكال، حاجات ليجل ايشوز، بقى في مور بريشر ريجاردنج مثلا الكونفيدنشاليتي، سريه المعلومات وتداولها، وقوانين جديده بدات تمشى عشان سبورت الجزئيه ديت. فازاي انك انت تستبق الكلام ده كله، وبقى في ديستربنس او في بريشر من ميديا عليك كمؤسسه في هذا الاتجاه. لو ريسك مانجر، نعم ريسك مانجر دكتور، كريسك مانجر ديستربنس هاندلر، يس يعني ممكن، يعني بس هي مش معنى كده الريسك مانجمنت. لو هتكلم على الاكسترنال ريسك ماشي، لكن الانترنال ريسك مانجمنت ما هياش اصلا ديستربنس هاندلر، اكتر منها يعني حاجه ثانيه خالص، ديفرنت ايشو. لكن ديستربنس البريشرز، الضغوط اللي ممكن تقع عليك، الايكونوميك انستابيليتي، الجلوبال ايكونومي، التغيير. يعني احنا دلوقتي سؤال، هل مفيش ديستربنس في الانفايرمنت نتيجه الكوفيد 19 بانديميك؟ لما حصل في الكوفيد جه، مش حصل مشكله كبيره جدا في العالم كله؟ ايوه، السبلايز، الادويه، وفصول ومستلزمات الانتاج بشكل عام. انت كراجل شغال معانا اساتذه جامعه، ما بقاش عندك مشكله في التواصل مع الامبلوي، مع الموظفين، ومع المؤسسه، ومع الطلبه بتوعك؟ وازاي انت بقى تكريت انذر واي تو كوميونيكيت، وتكون افكتيف ويز؟ ده ديستربنس حصل، ده تشينج حصل، تمام، وكان انبريدكتبل. كل ما تكون حضرتك حد انوفيتيف وانتربرينور تقدر تتعامل مع الديستربنس اللي موجود، كل ما يكون عندك قدره انك انت تديل ويز. طيب وكومبنسيت، شكرا. لما ريسورس الوكيتور، انت النهارده في اي مؤسسه عندك مجموعه من الريسورسز، والريسورسز ديت معلش في بس نويز ساوند ديز، فهعمل ميوت اول، واللي بيتكلم معلش لو عنده نويز يحاول ان هو ما يفتحش التليفون، وجاست يفتح بس من فضلكم بليز لما ايه يبقى في بارتيسيبيشن. اشكركم شكرا جزيلا. معلش في حد ريزنج هاند، انا ما اعرفش بقى الدكتوره ايمان، يعني هل في حاجه دكتوره ايمان؟ two participant raising hands، دكتوره ايمان، دكتوره بيمرستين. طيب مش عارف دكتوره ايمان عايزه حاجه، دكتوره ايمان حد رافع ايده جات لي كده في ال... طيب ريسورس اليكيتور، انت كاز ريسورس اليكيتور عندك ريسورسز، وريسورسز اي مؤسسه في الدنيا راس مالها ايه؟ مواردها. اهم مورد في اي مؤسسه ايه؟ هل الفلوس؟ هل البشريه؟ الموارد البشريه اللي هي الهيومن ريسورسز. انت النهارده يعني هديكم اكزامبلز مهمه جدا. في الفتره الاخيره اللي فاتت مع الداون تيرن في الوضع الاقتصادي والانفليشن ريت العالي، ايه اللي حصل في الفتره الاخيره؟ الحقيقه اللي حصل ان في بعض المؤسسات بدات تخسر او ما بتحققش بروفيتس. طيب بقى كان عندها مشكله كبيره جدا، احنا عندنا اكزامبلز، يعني انا مثلا عندي اكزامبل، عندنا لابوراتوري سنتر، معمل تحليل، ده بتاعنا احنا ملكيتنا، بتديره زوجتي دي كونسلتنت كلينيكال باثولوجي. في فترة من الفترات، في الفترة اللي فاتت، عندها عدد من الانتويز، وعندها مستلزمات، أو عندها سبلايز، وعندها اكويبمنتس، يعني بالآخر عندها انبوتس محتاجة تدخلها عشان تحصل على الفاليو اوتبوتس وتقدم الخدمة بتاعتها. اللي حصل إن التسعير مش قادرة تعلي السعر،
عشان في الحقيقه فيري اكستنسيف اند فيري هارد كومبيتيشن في الماركت، وفي حاجات الحقيقه يعني نون ايثيكال موجوده، بس مش دي المشكله. المشكله ان هي بقت في قصه ايه، عندها اكسترا تكنيشنز واكسترا وركرز واكسترا اوبريتورز، ناس موجودين كتير زياده، بس هي كانت حطاهم الحقيقه لان هم دول يعتبر عندهم اكسبيرينس عاليه جدا، وهم يعتبروا الحقيقه الكور كومبتنسي اوف ذا اورجانيزيشن اللي هي المعمل اللي موجود. فكان بين نارين، يا اما ان هي تستغنى عن جزء منهم والحقيقه بقى في الحاله هيروح يشتغلوا في معامل ثانيه، وبالتالي عشان تجيبهم مره ثانيه هيبقى في مشكله في الحصول عليهم وتفقد جزء من اهم الريسورسز بتاعتها اليومن ريسورسز، يا اما تحتفظ بيهم. وكان القرار ان هي تحتفظ بيهم، والحقيقه هو ده القرار الصائب، حتى ان هي عندها اوفرلابنج شيفت مش محتاجاه خالص خالص الشيفت ده، بس حطاه عشان تحتفظ بالايه؟ بالامبلويز. وانت من ضمن اهم الاستراتيجيك ويبس الاسلحه الاستراتيجيه انت بتحارب وتكمبيت فيها في الماركت، ان يكون عندك هاي كومبتنت امبلويز وسكيلد وعندهم كابابيلتيز وعندهم ابيلتيز مش موجوده عند حد عن عنده اكسبيرينس، ده استراتيجيك ويبن، ده انت بتكمبيت بيه في الماركت، ده انت بتطلع تتكلم عنه ان انا عندي احسن ستاف في المعمل، احسن ستاف في المستشفى، احسن دكاتره في المؤسسه التعليميه اللي انا فيها. طيب هو بس دكتوره عبير رفع ايدها، اتفضلي يا دكتوره عبير. دكتور، في هذه الحاله مو افضل حاجه اذا قللت التكاليف للستاف بس ما اهز الستاف والهيكل في المؤسسه في حاله الانهيار او الضغوط الاقتصاديه الحاليه؟ هنا يعني بقى هتكلم. اوكي، هي عندها ستاف كامل، لو خرج عضو منه افشى سرها وراحت الميزه التنافسيه للمختبر. تمام. انا ما اعمل عمليه احلال للموظفين اللي قائمه عليها قوه المنشاه او الميزه التنافسيه اللي هي فيها، انا يا اعملهم استشاريين انحيهم فتره واخليهم اونلاين اقلل تكاليفهم في الرواتب، لكن ما اضيع سنين الخبره حقتهم ودعمهم لي في الفتره السابقه. يبقى لا، انذر اوبشن، اديهم تمبروري شيفت، مش لازم اديهم بيرمننت شيفت، مش ديلي شيفت، اديهم وقت، اخليهم اديهم وظائف اخرى، ولكن اعمل لهم هولد. امتى؟ هولد مؤقت. مؤقت. ايوه، اعمل لهم هولد، ما انحيهم تماما. يعني في احنا عندنا شركات في السعوديه عملت عمليه فصل، وهذه كانت مشكله وهزه نوعيه في المؤسسات الفرديه، اما على مستوى الشركات تفرق. الحقيقه الاكسبيرينس بتاعتي المتواضعه في شغلي كمدير مستشفى لمده 3 سنين، المستشفى دي كانت مستشفى يعني مور ذان هو يعني هي سكندري هيلث كير اورجانيزيشن، ما هيش تيرشري بس اكتر من كده شويه، وكان فيها بعض الحاجات من التيرشري اباوت تو بي تيرشري، يعني لارج اورجانيزيشن، نمبر اوف امبلويز عندي كانوا يعني يقاربوا عدد 3 و 400 امبلويز موجودين، بلس ده هم الفول تايم، عندي بقى كده بارت تايم وعندي كونسلتنتس وعندي دكاتره بيجوا. الفكره انها الاساسيه اللي كانت موجوده عندنا ان الناس دي تعويضها، انا بنيت يعني انا شاركت وغيري من المديرين اللي قبلي شاركنا ان نبني سترونج كلتشر ونبني كاستم بتاع ده امبلويز لويالتي، يعني انتماء الناس للمؤسسه ديت على فترات طويله جدا، التخلص منهم وقت الازمه، وانت عارف ان هم مش هيقدروا يكونوا كومبنسيت، هنا يبقى في مشكله. امتى بقى اعمل كوست ريدكشن؟ امتى ان انا اقلل اوفر هيد تو ذا مينيمم؟ في حاله واحده بس، لو انا عندي حاجه اسمها بيرفورمانس بروبلم، عندي مشكله بقى في الاداء، مش قادر، مش قادر. وصلت لمرحله ان انا يا اما ان انا استغني عن جزء يا اما المؤسسه نفسها تروح. لو قدرت ان انا افايتلايز المؤسسه، اضخ كاش من عندي، اسبورت لفتره الازمه اللي عارف انها مش هتطول عشان ارجع اقوم من اول وجديد واعوض، اعمل ده. لكن لو وصلت لمرحله ان انا المؤسسه نفسها هتقفل، في ميجر بيرفورمانس بروبلم شود بي مانجد، هيبقى عندي شويه كوست ريدكشن، اقدر بقى الجا لاستراتيجيات المختلفه، ان انا اري اورجنايز الاكتيفيتيز اللي موجوده والورك اكتيفيتيز اللي موجوده، بعض الفول تايم احولهم بارت تايم، اوكي، بمميزات معينه، ده هيقلل شويه من التكاليف. ولكن كل سيتويشن، انا جاي الكلام في الاستراتيجيات اللي تكون في حاجه اسمها رينيوال استراتيجي، لما يكون عندك بيرفورمانس بروبلم، وده طبعا بيكون مع البريشرز الاكسترنال بريشر من الانفايرمنت. معلش انا ممكن اخلي الاسئله للاخر بس عشان اكمل المحاضره لسه طويله. النيجوشيتور، انك انت بتتفاوض،
وغالبا نيجوشيشن اكسترنال، بتتفاوض على هيلث كير انفورميشن سيستم، بتتفاوض على كونتراكتس، بتتفاوض مع السبلايرز. المهم انت كمدير ايه السكيلز المطلوبه عندك للتفاوض؟ لازم تفوكس على حاجه اسمها برينسيبل نيجوشيشن اللي هي وين وين سيتويشن، ازاي انك انت تكسب وتخلي الاخرين يكسبوا. فانت ليك حاجات ليك بنفيتس وهم ليهم بنفيتس، يبقى انت بتفوكس اون ميتوال جينز، ولازم تو بي اوبجكتيف، ولازم تو اوفر دايما وانت بتقدم حلول تكفل ليك حضرتك بتتفاوض، والاكسترنال فيندور اللي بتتفاوض معاه ده ذا سيم ايه بنفيتس او ميتوال بنفيتس او وين وين سيتويشن، ويكسب وحضرتك تكسب. فدي حته مهمه جدا، لازم وانت بتتفاوض سيبريت البيبل فروم بروبلم، يعني خليك اوبجكتيف، تفصل الناس من المشكله. يعني لو حاجه اوبجكتيف يبقى اوبجكتيف، ما فيش داعي انك تبقى سبجكتيف وتشخصن الامور. اوكي ده مهم جدا في النيجوشيشن. النيجوشيشن بيبقى اقوى ما يكون لما يكون عندك حضرتك معلومات، فالمعلومه بتديك القوه، وتديك القوه في التفاوض تمام وانت بتتفاوض مع الناس. دي كلها ادوار. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، ايه الابروتش؟ احنا اتكلمنا على الفور فانكشن ابروتش وال10 رولز ابروتش. طيب which approach win the prize، هل الفانكشنز ولا رولز؟ انا بقول فانكشن ابروتش مثلا معلم عليه، بس هل ده معناه ان الرولز ابروتش ملوش معنى؟ لا، له معنى مهم جدا. ليه الفانكشن ابروتش هو لما تيجي تتكلم في الريفرنسز في التكست بوكس اوف مانجمنت هتلاقي الكلام كله بيركز على الفور فانكشن ابروتش، وناس بتتكلم على الرولز على استحياء. يبقى الفور فانكشن ابروتش بتكون ذا برايس. ليه بقى؟ عشان الكلاريتي والسمبلستي، مش معقده وسهله، ولكن الرولز مهمه جدا، ومع الوقت بدات تضيف وبقت ليه بقى؟ هي ديسكرايبنج انذر ويز اوف وات مانجرز دو، طرق مختلفه لاداء المديرين اللي موجودين في المؤسسه. فلو حضرتك هتدير في يوم من الايام، تحب تختار الفور فانكشن ابروتش ولا التين رولز ابروتش ولا تميكس بين الاثنين؟ شايف ان هما كومبليمنتري تو اتش اذر، الاثنين بيكملوا بعض. الاثنين عايز وان بارتيسيبنت. الرولز بتبني الفانكشن. يس الرولز عشان تعدل الفانكشنز لا غنى عن الرولز. بالظبط، لا غنى على الرولز. الرولز اساس القاعده، اساس القاعده رولز، وهي المور ديتيلد واللي هي بتبني على بعضها. محتاج تبقى انتربرسونال، ان البيرسونال محتاج الانفورميشنال ومحتاج الديسيجنال اكس. طيب السكيلز بقى نتكلم انهاري بقى كده على السكيلز شويه. انت كمانجمنت محتاج سكيلز. طيب السكيلز دي يعني هل هي مطلوبه في كل الليفلز، يعني في التوب والميدل والفيرست لاين بنفس القوه بنفس الحجم ولا مختلفه؟ هنشوف دلوقتي مين اللي بروبوزد الروبر الفور سكيلز ابروتش أو described the four skills approach. الحقيقة هو روبرت كاتس. روبرت كاتس في 1955 proposed four critical skills approach for the manager، وتكلم على حاجة اسمها conceptual skills، وقال لك إن conceptual skills دي معناها إيه؟ analyzing and diagnosing difficult situation، how to make good decisions when there is a difficult situation، how to understand things، how things fit together، يعني الامور ايه علاقه ايه؟ ايه هي هي السبب وهي النتيجه؟ يعني حاجه اسمها root cause analysis، ايه الاسباب وايه النتائج؟ او ايه الاسباب اللي ادت للنتيجه ديت؟ فدي محتاجه analytical thinking، ومحتاجه experience وحكمه ووستم، تمام؟ فازاي انك انت تكون اللي هي البروبلم سولفنج سكيلز اوكي؟ والاناليتيكال سكيلز. فالconceptual سكيلز من وجهه نظر حضراتكم احتاجها اكتر فين؟ هحتاجها اكتر عند التوب مانجرز ولا عند الميدل مانجرز ولا عند فيرست لاين مانجرز؟ توب مانجر. في التوب مانجر. يبقى التوب مانجرز محتاجين اكتر الكونسبشوال سكيلز. طيب الانر بيرسونال سكيلز اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي وركينج ويل ويز بيبل، الا كوميونيكيشن وموتيفيشن وديليجيشن وريزولفينج ديستربنس، محتاجها ات وات ليفل اكتر؟ اللور ليفل. اللور والميدل ليفل، اللور والميدل والابر ليفل مش محتاج الانر بيرسونال رول. هو الراجل محتاجها بس باقل من الميدل والفيرست مانجرز. يبقى ان جنرال انا محتاج الانر بيرسونال رولز
اللي هي ساعات بيسموها الهيومن الهيومن سكيلز، يعني بيسموها الهيومن سكيلز او المهارات الانسانيه، انك تكون انسان. بالظبط التوب مانجر محتاج يكون انسان عشان الناس تحب المؤسسه دي وتحب العمل وتيجي وهي حابه العمل ده. فبيسموها انر بيرسون وبيسموها هيومن سكيلز. كلمه هيومن دي ليها مدلول كبير جدا للناس اللي يعني ايه الحساسه والمشاعر الحساسه زي حضراتكم، فاسمها هيومن سكيلز. فدي مطلوبه at the three levels، التوب والميدل والفيرست ايه ليفل. طيب التكنيكال سكيلز اللي هي جوب سبيسيفيك نوليدج، يعني الراجل الفاينانس محتاج تكنيكال سكيلز في الفاينانس ويكون شهادات في الفاينانس واكسبيرينس في الفاينانس، وكذلك الماركتنج والريسيرش والبرودكشن اوكي والانتاج. كل واحد في القسم الخاص بيه محتاج جوب سبيسيفيك نوليدج، يبقى دي ريكوايرد مور ات ويتش ليفل. الفيرست والميدل والميدل برضه والميدل. طيب التوب ليفل مانجر محتاج يبقى اكسبيرت في الفاينانس او اكسبيرت في الماركتنج او اكسبيرت في الاتش ار، ولا محتاج جنرال اندرستاندينج معلومات عامه جنرال اندرستاندينج يعني نعرف كل السكيلز، يبقى محتاج جنرال اندرستاندينج اوف ديفرنت اوبريشنز او ديفرنت بروسيسز وذ اورجانيزيشن، ما يعرفش يدير من غير عشان يقدر يدير بالفهم الكلام ده. بالظبط الاخر يعني عشان ما حدش ما يجيش الشيف فاينانشال اوفيسر يضحك عليه او مدير مالي بالميزانيه ويكلفتها له، لما نيجي نعمل اجتماع مجلس اداره ما يجيش يبقى في مجلس الاداره مش فاهم يعني ايه ميزانيه، مش عارف يقرا الميزانيه، ما يعرفش يفرق ما بين الريفينيوز والبروفيتس، ومش عارف يفرق ما بين النت بروفيتس والايه والتوتال بروفيتس، يعني النيت بروفيتس بعد التاسكس بعد سوري بعد التاكسس وبعد الضرايب وبعد المستقطعات. فالنيت بروفيتس اللي هي تقدر توزعها انت تاخد منها جزء ريفايتلايز اورجانيزيشن وتعمل ديفلوبمنت وجزء منها توزعها على الناس، فلازم يكون فاهم الكلام ده كله وفاهم الفرق بين ايه الاثنين. يبقى ده اكتر مور ريكوايرد ات ذا فيرست اند ميدل لاين. اما التوب ليفل محتاج الجنرال اندرستاندينج كل اوبريشنز والاور بروسيسز انسايد ذا اورجانيزيشن. اما البوليتيكال سكيلز بقى تخص اكتر التوب مانجرز اكتر. ليه؟ لان هو مطلوب منه ان هو يبيلد باور بيس، اللي هو يستابليش سترونج افكتيف كونتينوس ريليشن شيبس وذ سبلايرز وذ اكسترنال ستيك هولدرز ان اوردر تو انشور، عشان ياكد على ستيدي فلو، يعني يجي له على طول السبلايز والحاجات والفاينانس والفلوس اللي محتاجها من بره او الامور اللي محتاجها من بره او الامدادات الخارجيه للمؤسسه، فمحتاج العلاقات جدا. فالبوليتيكال سكيلز ما لها علاقه، وكل ما تكون علاقاته متشعبه وفي ليفلز ومستويات اعلى يقدر يبقى عنده العلاقه تساوي معلومه، يبقى عنده الانفورميشن رول يؤدي بشكل جيد جدا، وفي نفس الوقت يقدر يجيب للمؤسسه ما تحتاجه من فند. يعني في ناس تطلب البادجت بتاعتها والميزانيه وعلى ان هي ليها حضور وليها اداء وبتتكلم كويس باسم المؤسسه بتاعتها بياخدوا اللي هم عايزينه من الدوله، وفي ناس ثانيه للاسف الشديد ما بيقدروش ياخدوا اللي هم عايزينه لان هم ما بيحسنوش السكيلز ديت. فالبوليتيكال سكيلز مطلوبه اكتر للتوب ليفل ثم زين الميدل، لكن الفيرست لاين مش محتاج قوي البوليتيكال سكيلز ديت. طيب هل المانجمنت از يونيفرسال؟ هل المانجمنت فانكشن والمانجمنت رولز يونيفرسال ولا مختلفه باختلاف الليفل، باختلاف السايز اورجانيزيشن، باختلاف الاورجانيزيشن نوع الاورجانيزيشن فور بروفيت ونوت فور بروفيت، باختلاف الناشونال بوردرز يعني باختلاف الدوله او الكالتشر اللي فيها الاورجانيزيشن؟ هتكلم اكتر عن جزئيتين، على الليفل اوف ذا اورجانيزيشن والسايز اوف اورجانيزيشن. يعني عايز اقول ان المانجرز فانكشن الفور فانكشن المطلوبين ات ديفرنت ليفلز ولا لا مطلوبين. يعني الفيرست ليفل مانجر بيبلان ويورجنايز وبيليد وكنترول، وبرضه التوب مانجر بيعمل نفس الكلام. لكن الاختلاف فين؟ الاختلاف في الاماونت اوف تايم جيفن فور ايتش فانكشن. يبقى فور اكزامبل لو انا الفيرست ليفل مانجر هيقضي وقت اكتر في ايه؟ في الليدنج ولا في البلاننج؟ اهو الاستاتستكس بتقول بيقضي اباوت نص وقته في الليدنج. ده هو ده بيعجب الناس. طب اون ذا اذر هاند التوب مانجرز اكتر وقت بيقضيه فين؟ في البلاننج. في البلاننج 28% اوف تايم ان بلاننج. طب السؤال البسيط هنا، ده بيعمل بلان اللي هو التوب مانجرز والفيرست ليفل مانجرز بي بلان، ايه الفرق؟ الكونتنت برضه فرق. يعني هنا الاماونت اوف تايم اكتر بلاننج، الاماونت اوف تايم في الفيرست لاين اكتر ليدنج، كمان الكونتنت اوف بلاننج مختلف عن البلاننج هنا.
هنا استراتيجيك وتاكتيك وهنا هنا اوبريشنال وهنا تاكتيك وهنا استراتيجيك بلان. هنا الخطه الاستراتيجيه وهنا التكتيك وبعد كده هنا الاكشن بلانز والتاسكس اللي تحت على الايه على الفيرست ليفل. اوكي فاذا كل الفانكشن كله بيؤدي لنفس الفانكشن ولكن باختلاف الكونتنت باختلاف التايم جيفن فور ايتش فانكشن. طيب الجزء الثاني المهم السايز اوف اورجانيزيشن. هتكلم بقى لو عندي لارج فيرم وسمول فيرم تعال نتكلم بقى هنا نطبق عليها زي ما طبقنا الفور فانكشن ابروتش على فكره ال اللي هي اختلافها باختلاف الليفلز. هتكلم بقى السايز اوف اورجانيزيشن يعني لو عندي سمول اورجانيزيشن وعندي لارج اورجانيزيشن وعندي مانجيريال رولز. طيب الاول ايه الفرق بين الاثنين؟ لو قلت سمول فيرم ده بروت تيرم عايز احدده شويه محدد بيقول لك ان اي اورجانيزيشن هيلث كير او نون هيلث كير اورجانيزيشن عدد امبلويز فيها اقل من 500 less than 500 امبلويز تعتبر سمول فيرم. طبعا ممكن تبدا ب 10 مثلا معمل تحاليل 15 ممكن بولي كلينك 50 او 100 ممكن سكند هيلث كير اورجانيزيشن 400 مثلا. لكن لارج فيرم تيرشي مستشفى كبيره اوكي جامعه مثلا اوكي يبقى انت بتتكلم على مصنع كبير جدا الامبلويز بتاعتهم اكتر من 500 امبلويز يبقى انا بتكلم على لارج فيرم. طب السؤال بقى اللي بيطرح نفسه انت مدير في سمول فيرم ودايما بيقولوا على السمول فيرمز دي انتربرينوريال فينتورز في البدايه يعني انت اصلا لما بتبدا اي نشاط جديد تعمل صيدليه تعمل معمل تحليل تعمل مستشفى صغيره بتعمل بولي كلينك مجموعه من العيادات مع معمل تحليل واشعه بتبدا مثلا نشاط تجاري او صناعي معين فبتبتدي في البدايه سمول على سمول سكيل. السؤال اللي بيطرح نفسه انت عندك رولز 10 رولز ابروتش ايه اهم رول انت محتاجه وانت لسه في بداياتك وبتبتدي تقدم نفسك للسوق وبتتكلم باسم المؤسسه بتاعتك اهم رول؟ هل اهم رول عندك انك انت تالوكيت ريسورسز؟ هل اهم رول عندك انك تكون انتر برينير مثلا؟ هل اهم رول عندك انك انت تكون سبوكس بيرسون؟ واضح جدا انك تكون سبوكس بيرسون. طيب انتوا شايفينها لكن السؤال من عندي لحضراتكم وعايز وان بارتيسيبنت تقول لي از سبوكس بيرسون ليه انا سمول فيرم محتاج اكون الرول اللي هو هياخد وقت كبير مني تمام كتايم وككونتنت سبوكس بيرسون ليه وانا لسه في البدايات تفتكروا ليه؟ تو جيت ماركت شير اكسلنت مور ماركت شير انا محتاج عايز ماركت شير اكتر فمحتاج اتكلم اكتر للاكسترنال انفايرمنت على الستيك هولدرز محتاج انفستورز ناس تنفست عندي محتاج شير هولدرز محتاج فاينانسنج وذ بانكرز اقعد مع البنوك ده تمولني محتاج تمويل محتاج ان انا سيرشنج فور نيو اوبورتونيتيز. اون ذا اذر هاند لو انت في لارج فيرم انت اكشوالي ويل استابليشد في الماركت وعندك ماركت شير كبير جدا مشكلتك الاساسيه ان عندك هيوج اماونت اوف ريسورسز هيومن اند نون هيومن ريسورسز اكويبمنتس وفاينانشال ريسورسز اختلاف الهيومن ريسورسز محتاج تالوكيت الريسورسز كلهم في مكان والا وانت كلارج فير استابلشد الماركت ليك ماركت شير محترم وعندك مشكله في الريسورس اليكيتورز ممكن المستشفى ديت او الاورجانيزيشن ديت تنهار مع الوقت. هل انت مش محتاج تكون انتربرينور وتيك ريسك؟ محتاج بس احتياجك اقل بكتير جدا من احتياج المانجر في السمول فيرم اللي السكند رول المطلوب منه يبقى انتربرينور يعني يكون انوفيتيف يعني ميكس ا تشينج يعني سيرش في اوبورتونيتيز. سؤال بسيط جدا ومهم جدا ذا مانجرز اومنيبوتنت اور سمبوليك. في تو فيوز اوف مانجمنت في وجهتي نظر للمدير في حاجه اسمها اومنيبوتنت بوينت اوف فيو وفي حاجه اسمها سمبوليك بوينت اوف فيو. بمعنى لو قلت ان انا المانجر از ريسبونسبل فور سكسسفل اور فيلير اوف ذا اورجانيزيشن كومبليتلي ريسبونسبل هتكون دي اومنيبوتنت ولا سمبوليك؟ يلا نجس نخمن كده لما اقول ذا مانجر از كومبليتلي ريسبونسبل فور سكسس اور فيلير اوف ذا اورجانيزيشن هتبقى اومني بوتنت ولا سيمبوليك؟ حاجه رمزيه اومني بوتنت طبعا لكن لو قلت سكسس اور فيلير از ديو تو اكسترنال فاكتورز اور اكسترنال انفايرمنت اوت اوف ذا مانجرز كنترول لما يحصل فشل ولا ماليش دعوه دي مشاكل في البيئه اللي حوالينا مشاكل في الموظفين مشاكل في كذا وعايز اتناصل من مسؤولياتي يبقى دي السيمبل. طيب
طيب السؤال بسيط جدا، لو بمقياس الاومني بوتنت هقول المانجرز والباورفول والاقوياء جدا، ده اي نجاح وفشل هم المسؤولين عنه، يبقى ريجاردلس الاذر اي فاكتورز، او قلت هيلبلس يعني ناس سمبوليك ان النجاح والفشل له علاقه بالايه؟ بالاكسترنال انفايرمنت. الحقيقه لا الاومني بوتنت فيو اوف مانجمنت هي الصحيحه اكيد طبعا، ولا هم السمبوليك فيو اوف مانجمنت، انما ايه؟ They are neither all powerful nor helpless, but their decisions are constrained by external and internal environment. External environment, ده انترو بقى ان انا هتكلم دلوقتي على external environmental factors والculture هي organizational environment، والinternal environment organizational culture، والmanagerial discretion or decisions وتقدير المدير في قوتين بتتجاذبوا، هو مسؤول ولكن في نفس الوقت في مسؤوليه تشاركيه مع الموظفين اللي موجودين، ودي بقى فكره الكالتشر الموجوده، وفي تاثير طبعا للاكسترنال انفايرمنت. فلا هقدر ان انا اقول ان هو اول باورفول ولا اقول ان هو هيلبلس، ولكن هقول ان هو هيز ديسيجن وذير ديسيجنز ار كونسترين باي بوث اورجانيزيشنال انفايرمنت اللي هي الاكسترنال انفايرمنت والاورجانيزيشنال كالتشر. وبالتالي كنت هتكلم عن What are the organizational external environmental components and why it's important؟ وأتكلم في الجزء الثاني الكالتشر عشان ده تبقى انترو في الحديث بعد كده عن الاستراتيجيك مانجمنت. هاخد فاصل بفيديو صغير، الحقيقه هو اداء اغنيه لمغني بيتكلم عن الانسان، وانا الحقيقه هو بيتكلم عن الانسان بشكل عام، بس انا بحس ان هو الكلام ده مطلوب جدا ومهم جدا للمدير كمدير، بما ان انا بتكلم على المدير ويجب ان يكون انسان، ويجب ان هو يسبورت الامبلويز والاستاف الموجودين عنده، لان الحقيقه بيئه العمل اجريسيف جدا، العوامل الخارجيه اجريسيف جدا، محتاجين دايما يكون عندنا سبورت. فهستاذن حضراتكم هنشير سريعا. انسان له حلم له غايه
الامل بكره بينا في الشده ويطمن ولا حن ولا عمر هيكون والحقيقه يعني انا عايز اقول في النهايه اتكلمت عن مانجمنت فانكشن رولز واتكلمنا على الابروتش والسكيلز وهن داخلين دلوقتي في احد مدخلات الاستراتيجيك بلان دي حاجه مهمه جدا ارجو ان حضراتكم بقى تركزوا معايا فيها كان لازم الانترو ديت جزء اساسي هتكلم على الاكسترنال انفايرمنت هتكلم على الكالتشر طبعا ان بريف كل الكلام ده احنا يعني محاضره واحده ودي الكلام الكونتنت ده موجود في تقريبا 4 أو 5 ليكتشرز من كورس الكونتمبري مانجمنت ولكن انا بحاول بقدر الامكان يبقى فيه فلو والفلو ده يعني كونسيستنت ويوصل في الاخر الهدف ان انا هاو تو فورميت ذا استراتيجيك بلان والديفرنت تايب اوف بلانز اند استراتيجيز. طيب انا عرضت الفيديو عشان اقول انك انت عشان تكون مدير لازم تكون انسان وعشان تكون موظف برضو محتاج انك انت تكون انسان. فالحقيقه احنا ربنا سبحانه وتعالى كرمنا وميزنا عن اي مخلوق اخر بالايه؟ بالانسانيه. فالانسان هو مرهف الاحساس. الانسان دايما بيبان في الشده وبيطمن الناس، تمام؟ الانسان سبورتيف. الحقيقه دايما انك انت قبل ما تبتدي تكليم ويعني عشان احنا برضو بنشرح وبنكلم ناس في الكواليتي لازم السيستم ابروتش ولازم احنا الاول قبل ما نلوم الناس ان كيس اوف ايرور او اي بروبلم لازم نلوم نفسنا ونلوم السيستم قبل ما نبتدي نكلم الايه الازرس واخر حاجه جد تماما نتكلم عن اخطاء الايه اخطاء البشر في الاداء ولازم تكون داعم للناس في كل احوالك هو ده اللي هيخليك جود مانجر وده اللي هيعلي بالمناسبه البرفورمانس اوف يور اورجانيزيشن. طيب اكسترنال انفايرمنت الحقيقه احنا مش موجودين بمعزل عن البيئه الخارجيه عندنا فاكتورز فورسز سيتويشن اند ايفنتس اوتسايد ذا اورجانيزيشن ذات افكتس اتس برفورمانس. اوكي الفاكتورز دي كتيره جدا بنلخصها في كلمه بيستل وهنا الاكسترنال انفايرمنت الحقيقه هركز على حاجتين وهقسمها لجزئيتين جنرال اكسترنال انفايرمنت وسبيسيفيك اكسترنال انفايرمنت والفرق بينهم ان الجنرال اكسترنال انفايرمنت بتكلم على الجزء الناشونال بتكلم على الجزء الانترناشونال بتكلم على الجزء الجلوبال اما السبيسيفيك اكسترنال انفايرمنت بتكلم على الفيري لوكال انفايرمنت لو انت في مدينه لو انت في مكان المؤسسات اللي حواليك الدايركت كاستمرز الدايركت سبلايرز بتوعك اخبارهم ايه فلما اتكلم على البيستل البوليتيكال الايكونوميك السوشيو كلتشر الليجل التكنولوجيكال اوكي الجلوبال اند ديموغرافيكس. طيب الايكونوميك احنا بنتكلم في عالم اقتصادي متغير وما له علاقه بالانفليشن ولا علاقه بالانترست ريت وما الى ذلك والعملات طبعا ده اثر جامد جدا بشكل عام وخصوصا احنا داخلين وكان احنا داخلين على ايكونوميك داون تيرم. داون تيرم يعني ركود اقتصادي والركود الاقتصادي بيبقى مصحوب دايما بان امبلويمنت ريتس وزي ما كنا بنتكلم من شويه فكره اللي هي الالتيرناتيف جوب ارانجمنتس والتمبرري جوبز والكلام ده كله ازاي انك انت تعمل انواع نوع من انواع تو مانج المشاكل الاقتصاديه ديت بانك انت تحاول انك انت ريستراكشر مثلا الاورجانيزيشن اوبريشنز انك انت هاو تو كات كوست الاوفر هيد كوست من غير ما تيجي على الموظفين اللي عند حضرتك فور اكزامبل الجلوبال ايكونومي احنا اقتصاد عالي واقعين في تحت تاثير اقتصاد عالمي بيأثر دايركتلي علينا الجزء البوليتيكال اللوز والريجوليشنز اللي موجوده حوالينا السوشيال كلتشر الترندز الاتيتيودز البيهيفيرز الليفنج ستايلز بتاع الناس التكنولوجيكال لو انت في مؤسسه دلوقتي الكلام كله كل المؤسسات بتطور بالجزء الديجيتال يبقى انت محتاج انفورميشن مانجمنت سيستم دي بيها المؤسسه بتاعتك عشان تيك او تو ان اوردر تو اكواير ا كومبيتيتيف ادفانتج جزء الديموغرافيكس والترندز اللي موجوده في الديموغرافي يعني احنا عندنا في الترندز مثلا بنتكلم على الايدج بنتكلم على الجندر بنتكلم على الادكيشن ليفلز فور اكزامبل مثلا
هتكلم على في الويسترن كامبانيز اوروبيان وفي اوروبا وفي يو اس اي وفي استراليا وما الى ذلك. الترند ايه؟ الكوميونتي بتاعتهم بوبوليشن ايجنت، بمعنى ان في لو بيرث ريت ولو ديث ريت، فبالتالي البوبوليشن فيها ايجنت. الفارماسيوتيكال كامبانيز شركات الادويه لما تيجي تنتج ادويه اكتر وتركز على الجزء الجيرياتريكس، الجزء الخاص بالالزهايمر، المؤسسات نفسها تفكر في الريهابيتيشن سنترز والهوم سنترز عشان احنا عندنا ايجنت وهم عندهم ايجنت. لكن عندنا مثلا في اسيا وافريقيا 80% of new births موجوده في اسيا وافريقيا، 80% من المواليد موجودين في اسيا وافريقيا. يبقى الترند هنا لازم يكون ناحيه ايه؟ ناحيه الايه؟ الجينريشنز الجديده، نيو جينريشنز. كمان ان انا مواليد سنه 1995 النهارده هم اللي بيأثروا على الورك ارينجمنت، ترتيب العمل. يعني انت النهارده التكنولوجي مين اللي بيأثر فيها اكتر؟ هل انا بأثر فيها اكتر ولا الناس الشباب اللي هم كانوا مواليد 95 ومواليد 2000 بيسموهم اي جينريشن؟ لان الاي جينريشنز هم دول بداوا يستخدموا التكنولوجي وهم دول عندهم اللي هو الكلوزنج ستايلز، وبالتالي الالترناتيف ورك ارينجمنت التمبرال ورك، فكره التيلي كوميوتنج ان الناس بتشتغل فريلانسرز عن طريق الميديا وعن طريق النت، انت بتشتغل لصالح امريكا مثلا وتعمل بروجكت وانت موجود في بيتكم. بيقول لك 20-30% of world wide workforce من قوى العمل العالميه بالتيلي كوميوت، يعني بيشتغل عن طريق ايه؟ عن طريق النت. في اورجانيزيشنز وتشكيل جديد اسمه فيرجوال اورجانيزيشنز. يعني ايه؟ يعني مثلا ضمن يعني ستيف جوبز بتاع ابل كان هو بيتكلم عن جزئيه، بيقول المؤسسه بتاعتي دي فيرجوال. يعني ايه فيرجوال؟ يعني عنده كور اوف فول تايم امبلويز، دول ما يمثلوش 5% من الوركرز في المؤسسه، لكن معظم الناس اللي بتشتغل وبتسيرف على الشغل بتاعه بالتيلي كوميوت وبيعمل حاجه اسمها اوت سورسنج وما الى ذلك، فبيسموها فيرجوال. يعني ما فيش اي نتورك لا اكسترنال ولا ما فيش انترنال سوري ليميتيشنز ولا اكسترنال ليميتيشنز. المؤسسه منفتحه داخليا ومنفتحه خارجيا على الاكسترنال انفايرمنت. مين اللي اتكلم في الكلام ده وخلى الناس تشجع على الجزئيه ديت وداخلين على ميتافيرس وثوره المعلومات الخطيره اللي هو الاي جينريشن مواليد 95 و2000 واللي هم دلوقتي الترند اللي هو يخليك لما تيجي تصمم شغلك او تتكلم على الترندز الجديده هتتكلم من خلال الايه؟ الايدج ديستريبيوشن ده. كمان البوليتيكال بارتيز والاحزاب السياسيه بتكونسيدر برضو الترندز اللي موجوده ديت وتاثير الناس ديت، لان هم نوع من انواع البريشر جروبس وتاثير الجينريشنز ديت عليهم وتاثيرهم على الجينريشنز ديت. يبقى هاو ذا اكسترنال انفايرمنت افكتس المانجر، الجزء ده الاكسترنال بيأثر علينا ازاي؟ هيأثر على الجوبز والامبلويمنت، هيأثر على حاجه اسمها الانفايرمنتال انسرتينيتي، فكره ثرو هيأثر ثرو ذا انفايرمنتال انسرتينيتي، هيأثر من خلال في فكره انك انت هاو تو مانج ستيك هولدر ريليشن شيبس، وبالاخير انك انت تو جو ثرو اكسترنال انفايرمنتال اناليسيس وان اوف ذا موست امبورتنت انبوت، من اهم مدخلات الاستراتيجيك بلان. عشان تعمل خطه استراتيجيه لازم قبل ما تفورميت استراتيجيز لازم تو جو ثرو انفايرمنتال اناليسيس، يبقى امبورتنت انبوت اوف ذا بلاننج بروسيس هي الاكسترنال انفايرمنتال اناليسيس. طيب نتكلم على الجوبز والامبلويمنت، مهم جدا. لما كان في ايكونوميك داون تيرمز وعندنا هاي انفليشن ريت وعندنا مشاكل هيبقى عندنا مشاكل في امبلويمنت، يعني عندنا ارتفاع نسب البطاله اكيد. طيب ارتفاع نسب البطاله هتفرض على المديرين ان هم كونسترينز في الستافنج وفي التعيينات اللي موجوده، وبالتالي هنا الليميتيشنز دي هتتحل بالتمبري ورك ارينجمنتس، انك تجيب ناس تستعين بناس اللي هم بارت تايمرز، انك انت لان ما بقاش بقى مسؤول عنهم فكره انك انت تديهم الانشورنس بتاعهم ولا ان هم ياخدوا الانسنتيف بشكل معين، ده ناس بتحدد جوب وفي نفس الوقت هم استفادوا يقدروا يشتغلوا مع حضرتك ويشتغلوا مع مؤسسات ثانيه. التمبر وورك، الفليكس تايمز، الالترنت وورك ارينجمنتس، زي ما قلت الفيرجوال اورجانيزيشنز ده تمبر وورك ارينجمنت، يعني ستراكشرز كونتمبري ستراكشر وتشكيلات مختلفه للمؤسسه ما بقاش فيها الهيرجن هيراركي ولا الميكانيستك بقى توب داون وفيرست وتوب ليفل وميدل ليفل، الكلام ده بينهار جرادولي شيئا فشيئا وبيقل شيئا فشيئا لصالح الهوريزونتال اورجانيزيشن اللي هي الاورجانيك اورجانيزيشن اللي هي بتنشور ستيدي فلو انفورميشن. اول اباوت انفورميشن هي ذا موست امبورتنت سورس اوف ايه اوف ديسيجنز. كمان انك انت الورك ارينج اختلفت، في حاجه اسمها فليكس تايم، انك انت حضرتك ممكن تشتغل فيور دايز بير ويك فيور اورز بير داي، تشتغل اربع ايام او ثلاث ايام. بعض الدول بالمناسبه دلوقتي لو لاحظتوا حاليا طبقت نظام العمل اربع ايام في الاسبوع، بيزود الوركينج اورز ويقلل الوركينج دايز فبيقلل الاحتكاك، وقالوا ان هم الايرلي ريزلتس والايرلي اوت كمز من الارينجمنت ده كان فيري يعني ايه فيري سمارت ريزلت
او فيري افكتيف في البرفورمانس. البرفورمانس عالي ليه؟ الناس بقت تأدي اكتر جزء سوشيال، وبعدين هم لو مروح البيت ما روحش شغل في البيت، بقى يمارس جزء من العمل في المنزل، فبقى بيجي لي فول تايم 4 دايز وبيقعد 3 ايام بيجيه لصالح الجزء السوشيال ريليشن شيب، وجزء منه برضه بقى بيشتغل فريلانسر او بيشتغل من البيت ثرو الميديا او الانترنت. فبالتالي هنا قدرت تريحه وفي نفس الوقت قلل اللود على الايه، على المؤسسه وعلى الورك بليس. طيب الاسسمنت اوف انفايرمنتال انسرتيتي، والجزء ده فيري فيري امبورتنت، وعايز حضراتكم تركزوا بقى معايا. السؤال لحضراتكم، الانفايرمنت اللي احنا بقصد هنا الاكسترنال انفايرمنت ريجاردنج ذا بوليتيكال والايكونوميك ستاتس اوف ذا اورجانيزيشن، هل هي ستيبل اور دايناميك؟ هل ستاتيك ولا دايناميك؟ دايناميك دايما كومبلكس كومبلكس فيري كومبلكس. تمام، انا مش هقدر اشرح التيبل ده كله، لاخد السيل 1 امثله او سيل 4 سوري. سيل 1 ستيبل سمبل انفايرمنت. ستيبل يعني ايه؟ يعني ستيبل بريدكتبل انفايرمنت، وكان بريدكت التشينج في الاكسترنال انفايرمنت. امال سمبل يعني ايه؟ سمبل ريجاردنج فكره الديجري اوف كومبلكسيتي، يعني النمبر اوف كومبوننتس في الانفايرمنت. يبقى فيور نمبر اوف كومبوننتس في الانفايرمنت، مكونات الاكسترنال انفايرمنت اللي انت كمدير محتاج تتعامل معها قليله، وفي نفس الوقت ريمين بيزيكلي ذا سيم، يعني ستيبل ما بتتغيرش نوت تشينج. يبقى الانفايرمنت ستيبل لان هي والكومبوننت سمول نمبر اوف كومبوننتس which remain basically the same. يبقى الاند ريزلت، هل انت محتاج sophisticated knowledge، عندك high need for sophisticated knowledge ولا minimal need for knowledge؟ minimal need knowledge. محتاج انك انت لما تقول بقى انت كراجل informational role محتاج يعني قليل. طب هل ده situation اللي احنا موجودين فيها؟ اكيد مش هي. امال احنا ايه؟ احنا في السيل فوق غالبا لما تكون dynamic unpredictable environment الكومبوننتس فيها many components of the environment، والكومبوننتس بس مش بتريمين ذا سيم، لا ده كونتينوس بروسس اوف تشينج دايما بتتغير. يبقى فيري دايناميك unpredictable environment with large components والكومبوننتس in continuous process of change، يبقى في higher need for sophisticated knowledge and the components. يبقى حضرتك لما تيجي توصل تحط الاستراتيجيك بلان بتاعتك وتبداها بالانفايرمنتال اناليسيس وانت شغال في دايناميك انبريدكتبل انفايرمنت وفي ميني كومبوننتس، محتاج تحصل على المعلومات بشكل كافي قبل ما توصل وتحط الاستراتيجيك بلان بتاعتك، عشان الحقيقه الهامه جدا انك انت لو عندك سكسس وعندك نجاح والنجاح ده حققته في ستيبل انفايرمنت تقدر تستمر بالنجاح بتاعك فتره اطول. ولكن لو حققت نجاح للمؤسسه بتاعتك في انستابل انبريدكتبل انفايرمنت دايما تبقى حذر انك انت لا قدر الله ممكن يحصل بيرفورمانس بروبلم وذ بيرفورمانس، ممكن يحصل دروب، ممكن يحصل عندك في اي وقت. وبان احنا كده بنتعامل في دايناميك انستابل انفايرمنت لازم ناخد بالنا من كل اسباب القوه اللي تحمينا من الانفايرمنت ده. من اهم اسباب القوه اللي تحمينا من الانفايرمنت ده حاجات انترنال وحاجات اكسترنال. من اهم الحاجات الاكسترنال الستيك هولدر مابنج اند اناليسيس. يبقى هتكلم على الستيك هولدرز. يعني ايه ستيك هولدرز؟ اني كونستيتوانسز ان ذا اورجانيزيشن انفايرمنت ذات ار افكت اور كان اور افكتد اور كان افكت ذا اورجانيزيشنال ديسيجنز اند اكشنز. يبقى مين هم اللي موجودين في الانفايرمنت يقدروا ياثروا ويتاثروا بالديسيجنز والاكشنز بالسيرفيس والخدمه اللي انت بتقدمها؟ عندهم انترست، they are interested in your service in your production خدمات حضرتك، دول اسمهم ستيك هولدرز. خلي بالك في فرق بين الستيك هولدرز، فرق بين الشير هولدرز وفرق بين الستوك هولدرز. الستيك هولدرز دول اللي هم تمام القوه المؤثره على حضرتك. الشير هولدرز اصحاب الاسهم والسندات، سوري الشير هولدرز اصحاب الاسهم والسندات اللي ممكن يكون لهم اصوات في مجلس الاداره بتاع حضرتك، هم ستوك هولدرز وفي نفس الوقت بيساهموا في مجلس إدارة المؤسسة اللي موجودة. أما الستوك هولدرز دول أصحاب أسهم ومش لازم يكونوا شير هولدرز، مش أعضاء موجودين في مجلس إدارة المؤسسة. وزي ما بيسموها بالمصلحة، يعني بيحب اللغة العربية فعلا وهي لغة جميلة، هم أصحاب المصلحة اللي هم الكونستيتوانسز أو الجهات التي تؤثر وتتأثر بقراراتي وبخدمات التي أقدمها للمجتمع. خلاص. طيب هل دول محتاجين نعملهم اناليسيس ومابنج؟ طبعا طبعا طبعا، سبيشالي لو انا موجود في دايناميك انفايرمنت.
فاكزامبل مثلا الكاستمر ده انترنال ولا اكسترنال ستيك هولدر؟ صاحب مصلحه داخلي ولا خارجي؟ ده اكسترنال. ده موست امبورتنت اكسترنال ستيك هولدر. طب الامبلوي الموظفين؟ انترنال ستيك هولدرز. طب الكومبيتيتورز؟ اكسترنال. اكسترنال. طب الميديا؟ الميديا اكسترنال. اكسترنال. يس اوكي. السبلايرز اكسترنال. طيب هنا هتكلم على ستيك هولدر مابينج وهقول من وجهه نظر الانترست والباور. يعني لو انا عندي حد موجود صاحب مصلحه انترستد او افكتد او كان افكت ماي ديسيجن اكشنز، والشخص ده عنده هتكلم هنا في الجزء ده هفوكس هير، عنده هاي انترست ماشي، يعني مهتم جدا بالمؤسسه ومركز معانا قوي تمام، ومهتم بالخدمات بتاعتنا، وفي نفس باور اند انفلونس هاي باور هاي انترست. الشخص ده اتعامل معاه ازاي؟ بيقول لك مانج سرالي. يعني مانج سرالي يعني لو تقدر تعمل فول بارتنرشيب وتخليه جزء من البورد اوف تراستيز او مجلس اداره المؤسسه اللي انت موجود فيها يبقى كويس جدا جدا. لو تقدر تديله سهم حتى تدعم السهم بتاعه يبقى كويس جدا جدا. اون ذا اذر هاند لو عندك شخص عنده لو انترست اند لو انفلونس لو باور، هتسيبه خالص؟ لا، يقول لك في مينيمال كونتاكت. طيب اون ذا اذر هاند شخص عنده هاي انفلونس بس في نفس الوقت الانترست بتاعه قليل، الشخص ده بتعمل ايه؟ والله هو عنده هاي باور بس الانترست بتاعه قليل، يبقى انت حضرتك محتاج انك انت يعني بارشل بارتنرشيب، ممكن تعمل علاقه يعني مش بنفس قوه العلاقه اللي فوق، لان ده بكل صراحه ممكن الانترست بتاعه يزيد بعد كده وينتقل للجزء الايه؟ الخنادية. اما الشخص اللي عنده هاي انترست لو باور ببساطه شديده جدا ممكن بكره يبقى عضو مجلس شعب مثلا، ممكن يمثلك في مؤسسه عاليه جفرمنتال ايجنسي، يبقى الشخص ده ممكن تتوقع ان هو يجين الباور يجين الانفلونس ينتقل هنا. هتسيبه؟ لا، كيب كومبليتلي انفورمد. هكذا لازم تشرح الاكسترنال ستيكهولدرز اللي عندك، وهم دول بالحقيقه ذا سترونجر يور ريليشن شيب وذ ذا ستيكهولدرز سبيشال اكسترنال ستيكهولدرز ذا مور اوبفيوس ريليشن شيب علاقات واضحه ذا مور كلير ريليشن شيب ذا مور control of managers over the environment. The manager will have more control. هيبقى لك control أكتر. لأن أنت بقى عندك ناس أصحاب مصلحة موجودين معاك في المؤسسة وبيديك support في ظهرك وبيقول لك المعلومات المهمة وممكن يساعدوك في الفاينانس وممكن يساعدوك يريفيتالايز يور ريسورسز وممكن يجيبوا لك فند من بره. الناس ديت الحقيقة جزء أصيل منك. ففي حالة أنك أنت موجود في dynamic unpredictable environment محتاج انك انت تبيلد سستينبل سترونج ريليشن شيب وذ يور ستيك هولدر سبيشالي هو ار هو هاف هاي انترست اند هاي انفلونس اور هاي باور. طيب فكره ان الاكسترنال انفايرمنت امبورتنت انبوت في الاستراتيجيك بلان ما فيش داعي نشرحها هنا، اشرحها في مكان. وات اورجانيزيشن كالتشر از اند اكسبلين واتس يعني ايه كالتشر؟ انا بقول الشخص ده هوت سوري هو وورم، الشخص ده اوبن او الشخص ده شاي او الشخص ده اجريسيف، دي بيرسوناليتي. يبقى بوصف البيرسوناليتي تريت، بوصف الصفات الشخصيه دي. لو قلت ان انا كل واحد ليه يونيك بيرسوناليتي هقول برضو ان افري اورجانيزيشن هاز ا يونيك بيرسوناليتي. يبقى الكالتشر هي عباره عن ذا بيرسوناليتي اوف ان اورجانيزيشن، والكالتشر هي عباره عن شيرد فاليوز برنسبل تراديشنز اند ويز اوف دوينج ثينجز ذات انفلونس وي ان اورجانيزيشن ممبرز. يعني ايه؟ مجموعة القيم والعادات وطريقة العمل التي تؤثر على الموظفين في المؤسسة وهم شغالين. يعني مثلا الكريديبيليتي المصداقية، الاكسلنس التميز، تمام، الناس دي الاوبنس اللي هم منفتحين، يبقى دي صفات بتميز. الدقة اللي هو اتنشن تو ديتيلز، ناس بتركز على الديتيلز وناس عندهم دقة. والحقيقة معظم الموظفين في المؤسسة بيتشاركوا هذه الفاليوز وهذه العادات، يبقى اقدر اقول الناس دي عندهم سترونج كالتشر. طيب عايزين الكالتشر سترونج ويك، نتكلم شويه عن برضو مفهوم الكالتشر. كالتشر بمفهوم اخر زي ما هي بيرسوناليتي تريت، وات وي دو وين وي ثينك ذات نو وان از لوكينج. لو انا قافل على نفسي ده وبعمل ايفالويشن وتقييم للموظفين، انا كمدير هل بعمل اوبجكتيف ايفالويشن؟ هل انا راجل فير في توزيع البنفيتس على الناس؟ طيب
لما بوعد بخلف ولا بأدي الوعد؟ when we promise to. يبقى culture is what we do when we think that what. يعني من آخر ربنا بس اللي شايف بتعمل ايه. كل ما كان المؤسسة strong culture، كل ما كان more fair inference اعلى فيها في objective evaluation when we promise to. طيب برضو what we do اللي احنا بنعمله the way of doing things بيرفلكت ايه، بيعكس ايه. important lessons learned in the past، دروس مستفادة بتاريخ المؤسسة اللي احنا بنعمل فيها that was important enough or were important enough to pass on to the next generation. عندنا في القصر العيني، كان أستاذ في القصر العيني، كان عندنا دكتور اسمه هاشم فؤاد الله يرحمه، كان مشهور جدا بيه يجي الساعة 7 الصبح المؤسسة في القصر العيني، يعني يشوف القصر العيني هو بيتمسح، يشوف النواب وهم لابسين الدريس بتاعهم والبالطو، يبور على سرائر العيني ويشوف انها مترتبة، يشوف ان كل واحد بدأ بيجي في ميعاده، بيجي 7 الناس بتيجي 8 ويستقبل الناس وهي جاية المؤسسة. فبقت الناس تتوارث الدروس المستفادة دي. راجل أستاذ كبير سنه 70 سنة جاي لابس البلطو الأبيض بيمر في المؤسسة في المستشفى كلها اللي يتاح ديبارتمنتس بيشيل سبورت موجود في قلب الناس. حكايه القصر عيني ساعتها بيبرق بيلمع، الناس الدريس كود اعلى اداء اعلى كواليتي وقتها، ودي ليسونز كانت مهمه جدا بدات الناس تتوارثها. عندنا اقسام في المؤسسة عيني زي مثلا شريف مطلق وحسام موافي، دي اقسام موجوده المؤسسه اللي انا كنت شغال فيها الحقيقه على مدار 20 سنة. انا كنت اول مدير وسبتهم، بعد كده جيت لهم تاني قعدت معاهم سنتين، وفي دروس دايما بنتوارثها مع الوقت وكانت مهمه جدا بتاثر على طريقه ادائنا. تدخل المؤسسه تلاقي ناس ملتزمه بتدرس اللانجوج بتاعتها، ولايت لانجوج لغه مؤدبه، الفيزيكالي اوت ترتيب المكان والفرنيتشر وشكل معين تمام، الناس بتجيب سمايل بتبتسم في وش البيشنت وش الكاستمر الموجودين، الكاستمر سيرفيس اللي موجودين، الامبلويز نفسهم عندهم الباشن والشغف وهم بيأدوا الخدمه بتاعتهم بكل سعاده بيقدم لك الخدمه بتاعهم. طبعا ده في كالتشر ساعات بيقولوا عليها سوفت وير اوف ذا مايند ذات اورجنايز بيهافير. طيب في دايمنشنز، بس قبل ما اتكلم على الدايمنشن اسالكم سؤال، الكالتشر فيزيكالي تاتش او بيرسيف بتتحس ولا ممسوك اقدر امسكها حاجه كده فيزيكال؟ Perceived. هل كونها perceived مش حاجة مجسمة أقدر أمسكها touch الكالتشر دي، هل ما أقدرش أوصفها وأكبر عدد من الناس في المؤسسة ما بيتشاركهاش؟ لا، بالرغم إن هي perceived descriptive and shared. يعني descriptive and shared يعني different employees at different levels of the organization or different levels of managers، وفي نفس الوقت employees from different background. روح السعودية، المملكة العربية السعودية الحبيبة، تجد الناس شغالة هناك في المؤسسة مستشفى الملك فهد مستشفى الملك عبد الله وتبر، فتلاقي الناس من different backgrounds، اللي جاي من مصر اللي جاي من سوريا اللي جاي من السودان كلهم موجودين في مؤسسة واحدة. الإخوة طبعا السعوديين different backgrounds، الناس على different levels أخبارهم إيه؟ يقدروا يوصفوا الكالتشر، يبقى can describe الكالتشر، يوصفوا الكالتشر دي تمام، وهم نفسهم بيتشاركوها in similar terms. طب اسال حضراتكم سؤال، هل المؤسسه عشان تبني الكالتشر بتاعتها بتاخد وقت طويل ولا محتاجه لونج تايم تو بيلد سبيشال سترونج كالتشر؟ محتاجه لونج تايم طبعا. افريج 3 ييرز، لو انا مدير جديد عايز اغير ثقافه الناس ودخلت على مؤسسه مودريت كالتشر وعايز احولها تكون سترونج كالتشر، الحقيقه يقول لك ستاتستيكالي اورجانيزيشن بتديفلوب ديفلوبس سترونج كالتشر اوفر 3 اور 5 ييرز. فعشان تخش تغير في ثقافه الناس محتاج وقت كبير، وحظك ويا رزقك لو دخلت تدير مؤسسه الكالتشر فيها سترونج، يعني الفاليوز والبرنسبل والتراديشن شيرد سترونجلي اند ديبلي هيلد ان ذا مايند سيت اوف ذا اورجانيزيشن ممبرز، موجوده ومزروعه في دم الناس وفي عقل الناس تقريبا متشكلين كلهم بطريقه التفكير دي. طيب ايه الدايمنشنز بقى؟ في 7 دايمنشنز وفي ناس ثانيه بتقول اكتر من كده. دايمنشنز اوف كالتشر، وانا يعني الحته دي مهمه جدا، وهنا هسال حضراتكم سؤال بعدها فركزوا معايا في الدايمنشن، لان انا بتكلم على الانترنال انفايرمنت ولا يمكن اتكلم على استراتيجيك بلان من غير ما اتكلم على الانترنال انفايرمنت اللي هي الكالتشر بتاع الناس. فهبدا بالاوتكم اورينتيشن، ده واحده من اهم الدايمنشن، زي ما الكواليتي ليها دايمنشنز برضه الكالتشر ليها دايمنشنز. فالاوتكم اورينتيشن يعني ايه اوتكم اورينتيشن؟ يعني مانجمنت اور مانجر ديسيجنز مانجرز the degree to which managers focus on achieving results regardless the means of how these results are achieved.
يعني هو ايه؟ بيفوكس والمين كونسيرن اون ريزلتس اند اوتكمز ريجاردلس ذا مينز، يعني ريجاردلس ذا كواليتي، جوده مش جوده مش مشكله، المهم انت اكتر حقق التارجت، فكره تحقيق التارجت. هل هو بيفوكس على المين الوي او اللي هي الطريقه زي ما بيفوكس على المينز، سوري على الاندز، يعني بيفوكس على الاندز، الاندز اللي هي الاوتكمز. طب والمينز الوسائل، هل مشروعه ولا غير مشروعه؟ هل الوسائل ديت بتضمن الكواليتي للاوتكم بتاعك ولا ما بتضمنش الكواليتي؟ فالشخص الاوتكم اورينتد بيفوكس مين على الريزلتس ابارت فروم الايه المينز الوسائل. طيب يعني ايه الاستابيليتي؟ يعني المانجمنت اكشن اند ديسيجنز انفسايزز اور انفسايز ايه مينتيننج ذا ستاتس كو، يعني احنا هننتج بنفس الطريقه. يعني ما عندهمش جروس استراتيجي، ما عندهمش استراتيجيك بلان، ما عندهمش استراتيجيات تنافسيه، مش ويلنج تو كومبيت ان ذا ماركت، مش عايزين نفسه فاستيبل. يقول لك والله احنا كده كويسين وبنحقق نجاح والحمد لله. لكن اون ذا سايد ده مؤسسه ستيبل، في مؤسسه ثاني معلش هقفز هنا انوفيتيف. امبلويز ان ذيس اورجانيزيشن ار انوفيتيف اند انكارج تو بي انوفيتيف اند تيك ريسك. هنا المؤسسه المانجمنت والمانجرز بيعملوا ايه؟ المانجر ديسيجنز انفسايزز مينتيننج ذا سيسكو، ما فيش اي انوفيشن وريسك تيكينج. على العكس تماما، المؤسسه اللي هي انوفيتيف القصه امبلويز اي ان ار انكارج تو بي انوفيتيف اند تو تيك ريسك اند تو تيك ريسك. طيب بيبل اورينتد، طيب المانجمنت ديسيجن تيك account into account its effect or their effect on employees inside the organization ولا regardless effects on employees. زي الاكزامبل قلته شويه، هاخد قرار النهارده اعمل كوست او كاتنج الكوست او كوست كاتنج، هل هعتمد على ان انا اشيل اوفر هيدز النفقات الزياده ولا همشي الناس اللي موجوده او اقل ساعات اعملهم فاثر على حياتهم وعلى دخلهم؟ لما اخد قرار هل انا باكزامن ذا effect of decisions over people and employees، يبقى degree to which a decision taken by the managers take into account their effect or the effect of decision on employees، اخبارها ايه؟ طب التيم اورينتيشن الجروب او الاكتيفيتيز اللي بتتم او الورك اكتيفيتيز او نشاط العمل، هل احنا بنورجنايز اراوند تيمز ولا اراوند individuals؟ بنشجع التيم وورك والتعاون وتضافر الجهود ولا بنشجع الجزء الاجريسيفنس؟ وهنا نخش في حته ثانيه اسمها الاجريسيفنس. يعني هل انت النهارده في المؤسسه اللي هي فيها تيم وورك الحقيقه، يعني التيم وورك بيشارك نفس الجولز، طب المؤسسه الاجريسيف الامبلويز في المؤسسه اللي هي اجريسيف كالتشر ايه اللي هيحصل؟ امبلويز ار كومبيتيتيف تمام اند اجريسيف هاف كومبيتيتيف اند اجريسيف اتيتيود راذر ذان كوبريتيف اور كولابوريتيف اتيتيود. فهنا عكس هنا. الديتيل اورينتد degree to which الامبلويز ار اكسبكتد تو اكزيبت اتنشن تو ديتيلز اور نوت، يعني الناس بتهتم بالتفاصيل، بتهتم بالدقه، بتهتم بالكواليتي ولا لا. وبناء على هذا هسال حضراتكم سؤال، لو انا بتكلم على سترونج كالتشر حد يوصف لي الكي دايمنشنز سترونج بارتيسيبنت؟ يتفضل مشكورا يوصف لي. لو انا بتكلم على سترونج كالتشر ايه الدايمنشن اللي تتوفر في سترونج كالتشر؟ انوفيتيف بيبل اورينتد اند تيم اورينتد. دكتور عبد الحميد قال لك ان هي كولابوريتيف انوفيتيف بيبل اورينتد اند تيم اورينتد اكسلنت. طب لو هتكلم على مؤسسه ويك كالتشر هتبقى اكتر عكس الاجريسيف اجريسيف Outcome-oriented. Regards stable. Stable. Yes. Detail-oriented يعني. More or less يعني مش. Yes. لكن هو فعلا excellent. أشكر حضرتك جدا. فعلا هو ده. طيب وبالتالي الرفليكشن ده بيقول إيه؟ أي dimension بيسمع عندي لما بشوف الصورة ديت؟ الorganization ديت لو بتشتغل بالطريقة ديت يبقى إيه؟ Team. تيم اورينتد اورجانيزيشن. شفتوا كلكم قلتوا بنتحرك تو اتشيف الجولز ان تيم وورك، يبقى الورك اورجانيزد اراوند تيمز. شكرا لحضراتكم. طيب
فكره بقى البلاننج، تعالى كده نتكلم شويه على البلاننج. البلاننج ان جنرال عشان هدخل بعد كده الاستراتيجيك بلاننج، وده الجزء الاخير بكل مكوناته ان شاء الله في النص ساعه الاخيره من المحاضره. البلاننج يعني ايه؟ لسه انا كنت قايل ان انا عندي المانجمنت الفور فانكشن ابروتش. اول فورمال مانجيريال فانكشن كان اسمها ايه؟ البلاننج. يبقى البلاننج ذا فيرست فورمال مانجيريال فانكشنز فور اورجانيزنج ليدنج اند كنترولنج. انت بالبلان الاول بعد كده اورجانيز اند ليد اند كنترول. طيب يعني ايه بلاننج؟ ديسايدنج اورجانيزيشنال استراتيجيز جولز اند اوبجكتيفز. اوكي يعني ايه بلاننج؟ concerned with ends يعني goals يعني what is to be done and برضو concerned with means بالوسائل يعني مهتم بالاهداف والmeans how it is to be done وهنحقق الكلام ده ايه ازاي. طيب البلاننج why we plan يعني حضراتكم ليه احنا محتاجين نبلان. يلا يلا بقى شويه بارتسيبيشن عشان احنا اخر المحاضره فاكيد محتاج الايه البارتسيبيشن اعلى ما يكون عشان الناس صحصح معايا. انا بدايه ونهايه للوصول للهدف في وقت محدد. يبقى انا in order to coordinate activities to achieve the goals عشان نصح بين الاكتيفيتيز تمام و set the direction towards achieving organization goals. يبقى لازم يكون في تنسيق بين بين المجهودات للوصول للهدف. ايه تاني؟ why planning allocating the resources properly allocating the resources. يبقى resource allocation. يبقى فكرة resource allocation ديت هعمل لها adjustment شوية. هي excellent طبعا اللي هي in order to prevent or reduce overlapping of activities. لما الactivities تبقى overlap يبقى هنا resources هيحصل ايه؟ هادرة resources. يبقى in order to eliminate redundancy. يبقى في redundancy في processes و extra steps non value added فبالتالي should be eliminated. يبقى احنا بنخطط in order to prevent overlapping or wasteful activities. Number three. Task distribution among the employees. يبقى انا برضو بقى coordinate the tasks among employees. بنسق الشغل برضو in order to avoid the overlapping اللي ممكن يحصل. انا اختار توفير الستاندردز والكي بيرفورمانس انديكيتورز اللي هتقول عليها كده. توفير الادوات المساعده للوصول للهدف باسهل الطرق واسرعها. تمام اكسلنت. طيب يبقى احنا كده مش عارف الدكتوره عبير قالت وفي حد عايز اقول له اكسلنت. طب الدكتوره مين بقى اللي قالت اللي هي اللي اتكلمت؟ الدكتوره داليا. اكسلنت دكتوره داليا لما قالت ان هي الايه بتكريت الستاندردز اللي هو الكي بي ايز اللي هي ايه فاسيليتيز ذا كنترول. مهم جدا انت بتعمل خطه هتقيسها ازاي. يبقى بروفايد دايركشن كوردينيتيف ايفورتس ريديوس الامباكت مينيمايز الويست اند اوفرلابنج اكتيفيتيز وريدندنس ان بروسيس سيت الستاندردز وفاسيليتيت الكنترول. تمام وحاجه مهمه جدا بتريديوس ذا امباكت اوف ذا تشينج. الفكره انك انت ايه فكره الكومبلكسيتي وفكره ان الاورجانيزيشن او انفايرمنت از دايناميك اند كومبلكس فعن لما تبتدي حضرتك تخطط المفروض انك تريديوس ذا امباكت اوف ذا تشينج. بس الفكره بقى ان فكره بلاننج ان جنرال خلي بالك انا ما بتكلمش على استراتيجيك بلاننج دلوقتي بتكلم على البلاننج ان جنرال التخطيط بشكل عام هيحقق لي الكلام ده كله. حلو يبقى انا عشان في تشينجز في الانفايرمنت بقى اخطط فاحقق الكلام ده كله. بس هنا بقى عندي مشكله في كريتيسيزم اوف فور فورمال بلاننج. في نقد موجه للايه للفورمال بلان اللي هي الخطه الفورمال ديت. والاول يعني ايه الفرق بين الفورمال بلان والانفورمال بلان؟ الفورمال بلان اللي هي دايما ديفلوبد باي لارج اورجانيزيشنز كبيره مش السمول اورجانيزيشنز بتكون ريتن داون مكتوبه بتكون سبيسيفيك يعني سمارت سبيسيفيك ميجربل اتينبل اجريدبل اند ميجربل اند تايم باوند. تمام بتكون كونتينوس بلان. اون ذا اذر سايد الانفورمال بلان دايما developed by small firms little or no written down. ده ممكن ما يكونش مكتوب في عقلية الانتربرينور او مدير المؤسسة. بس الفورمال بلان well known by everyone in the organization. informal plan not well known by everyone in the organization ولاك continuity. طب نتكلم على الفورمال بلان اللي هي بتاع large organizations اللي هي الحاجة اللي قبل فكرة الاستراتيجيك بلان او التخطيط الاستراتيجي. ايه النقد الموجه ليها؟ كلمة planning تخطيط يعني خطة وجولز ولازم ننفذها. ايه بقى البلان؟ يقول لك والله كريتيسيزم ان البلان دي مي كرييت ريجيديتي. خطه
وكله ماشيين عليها وخطه غير قابله للتغيير. ده فعلا البلاننج زمان كان اسمه كده، انك بتخطط وتحط اهداف وشنيا الدنيا تتشال تتهبط حواليك، لازم نحقق الخطه بتاعتنا، يبقى ميك ريت ريجيد. وفي نفس الوقت ان دي كانوت ريبليس كرياتيفيتي. يعني ايه؟ الناس عايزه كرياتيف، شافت اوبورتونيتي في الامبروفمنت وعايزه تعملها، فرصه تحسين، بس انت عامل لهم كونسترينز بالبلان بتاعتهم، دي مشكله. يبقى ريجيد نوت فليكسيبل ان تشينجبل، وفي نفس الوقت كانوت ريبليس ريجيديتي كرياتيفيتي. ان الفورمال بلان بتركز اكتر على توداي سكسس نوت مور سرفايفل. ان الفورمال بلان يقول لك ان او سكسس اوف بلاننج مي ري انفورس فيلير. تخيل يعني نجاح ممكن يؤدي للفشل. حد ممكن يفسر العباره ديت ري انفورس السكسس، لما ناكد على فكره النجاح بطريقه متمه ممكن ده يؤدي للفيلير. ايه اسباب الكلام ده؟ ايه الريزونز اللي مع ري انفورسمنت اون سكسس ممكن اوصل للفشل؟ ايه الاسباب اللي بتفتكر حضراتكم؟ عدم المرونه والسرعه في تغيير الفورميشن للبزنس موديل. لو انا طول الوقت اوتكم اورينتد بيبل اورينتد، طول الوقت اوتكم اورينتد نوت بيبل اورينتد، فبركز على الاوتكم عشان احقق الاهداف بصرف النظر عن البيبل، فممكن ده مع الوقت الناس تمل مني وتبتدي ان اي الاوتكم نفسه ما يتحققش واخش في فيشيس سيركل اوف فيلير. ممكن مفيش موتيفيشن كمان ان انا تو بي كرييتيف، ان انا ممكن يبقى عندي سكيلز عايز اطبقها لكن انت عامل لي كونسترين بالفورمال بلاننج اللي انت حطيتها، فده ممكن يعمل لي فيلير اكزوشن كده. شكرا دكتور امل، اكسلنت. كمان يقول لك ايه سكسس ان، وانا قلتها على فكره لما بتكلم على الانفيرمنتال انستابيليتي، سكسس ان انستابل دايناميك انفايرمنت. ده على المدى البعيد انت نجحت بس الانفايرمنت حواليك متغيره، ميل تو فيلير. ليه؟ لانك انت مش فليكسبل ومش قادر انك انت تتعامل مع المتغيرات. يبقى سكسس مي ريزلتس انفيرير ان ان انسرتن انفايرمنت. كمان هسالكوا سؤال، لو انا نجحت وعندي فورمال بلان ونجحت الفورمال بلان في تحقيق اهدافي، هل من السهل ان انا اغيرها وخصوصا للافضل، ان ممكن اغيرها للافضل واقول لهم ده فيه اوبورتونيتي نحقق ضعف الهدف ده في سيتويشن ان انا ناجح دلوقتي؟ فتخيل انت ناجح وحققت نجاح معين بطريقه معينه، جيت قلت للناس احنا عايزين نغير الخطه ديت عشان في فرصه احسن للنجاح، هل من السهوله بمكان الناس تستجيب لي؟ ممكن تجيهم صدمه شوك. بالظبط، يبقى it's hard or difficult to change a successful plan. خلاص انك لازم يكون في تهيئه اصلا مسبقه قبل التغيير. النقطه بقى الاخيره من الكلام ده كله، انك انت النجاح بالفورمال بلان ده ممكن يديك false sensation of security، احساس كاذب بالثقه. تمام، فبالتالي مع الوقت يودي ليك لايه؟ للفيلير. What managers do in strategic planning process? Strategic management process. The strategic management ديت في جزء plan وجزء management. The plan هو السكوب الأدية. لما تعمل implementation evaluation يبقى أنت بت go through strategic planning strategic management process. السؤال زي ما قلنا أهمية ال planning in general واللي هي مكملة معانا الأربعة benefits of formal planning مكملين معانا في strategic plan. هنقول إيه أهمية strategic plan؟ الأول هسألكوا سؤال، يعني إيه استراتيجي؟ كلمة استراتيجي هي نوع من أنواع المايند سيت أو الثينكينج ستايل أو المانجمنت فيلوسفي أو الوي أوف دوينج ثينكس، طريقة مختلفة في الأداء. اللي هي بتقول إيه؟ جاية كلمة استراتيجي من استراتيجيكاس، استراتيجيكاس هي كلمة ميلتري جريك وورد. ليها علاقة بإيه؟ بديستريبيوشن أوف ميلتري تروبس قوات أو الأرمي فورسز إن ذا باتل فيلد بيفور وور، توزيع القوات في أرض المعركة قبل الحرب. السؤال بقى، لو انا راجل قائد معركه، هنجيب بقى تم استدعائها من الجزء العسكري، لو راجل قائد معركه هل انا اقدر اكسبكت العدو بيتحرك في انهي اتجاه؟ لا. طب لو حصل عندي ثغره اتعامل معها ازاي؟ طب حصل عندي مشكله يبقى لازم اكون فليكسبل ودايناميك ولا لا؟ لا. ايوه طبعا، ايوه لازم اكون فليكسبل ودايناميك. فقال لك الاستراتيجيه في ارض المعركه تتطلب ان الراجل اللي بيدير المعركه والليدر يكون فليكسيبل ادابتبل اوكي، والخطه نفسها تشينجبل وقابله للتغيير. لكن انت لو تجمدت عند خطه معينه وضع معين وراسك وقلب سيف تنفذ الخطه ديت ممكن تفشل وممكن تمنى بالهزيمه.
اوكي. فبالتالي البلاننج ستاتيك ان فليكسيبل ان تشينجبل، انما الاستراتيجي فليكسيبل ادابتبل تشينجبل. فلما اقول استراتيجيك بلاننج احط الاثنين على بعض، يبقى الخطه الاستراتيجيه ادابتبل فليكسيبل تشينجبل. اوكي، يبقى الاستراتيجيك بلان هذا بوزيتيف امباكت اون اورجانيزيشنال بيرفورمانس على ادائك والاوتكمز بتاعتك، هتعلي البرفورمانس وهتعلي مستويات الاداء بتاعتك لمستويات unprecedented او غير مسبوق. بالاضافه لان هي الحقيقه هت prepare المانجرز to cope with the changing situation. انت راجل النهارده flexible، هتقدر انك انت في حاله المتغير تتعامل معها. كمان الاستراتيجيك بلان الحقيقه بت guides المانجرز to examine the relevant factors in the planning future زي ما هنشوف دلوقتي. ايه الستبس بقى؟ انا هنا عايز افرق في الموديل ده بين حاجتين، بين استراتيجيك بلان اند مانجمنت. البلاننج هو عباره عن بيقف عند كلمه فورموليشن اوف استراتيجيز جولز اوبجكتيفز اند اكشن بلانز، لكن انك انت بعد ما تعمل لها فورموليشن تعمل لها امبلمنتيشن اند لونج تيرم ايفالويشن وتفاليت الريزلتس وتفاليت الافكتفنس، يبقى ده اسمه ايه بقى؟ ده استراتيجيك مانجمنت. يبقى البلان ان خرجت بخطه مكتوبه فيها كور فاليوز، فيها ميشن، فيها فيجن، فيها الرساله، وفيها الرؤيه، وفيها الجولز الاهداف، فيها الاوبجكتيفز سب جولز، وفيها التاسك والاكشن بلان. تمام، تاخدها تعمل لها امبلمنتيشن ذن ايفالويشن بحاجات كتيره جدا بقى، استراتيجيك داش بوردز، بالانس سكور كاردز، ولا وات ايفر الطريقه اللي ايفالويت الكلام ده كله ان اوردر تو ايفالويت الافكتفنس، يبقى ده اسمه استراتيجيك مانجمنت. الستبس بقى عشان ننجز في الجزئيه ديت، الاول قبل ما تبص هو استراتيجيك بلان، انت اصلا كان عندك خطه ولا انت كنت شغال في فراغ؟ اكيد كان عندك خطه استراتيجيه انت شغال بيها. فلازم الاول تو ايدنتيفاي ذا اورجانيزيشنز كارنت ميشن فيجن جولز اند ستراتيجيز القديمه، وتكتبها وتكون موجوده عند حضرتك. طيب يبقى اول حاجه ايه هي الكارنت ميشن فيجن جولز اند ستراتيجيز؟ هي رساله، هي الرؤيه، الاهداف والاستراتيجيات اللي انا كنت شغال عليها. خلاص، عشان برضو اشوف ايه الاوبورتيونيتي فور امبروفمنت في الكلام ده. وزي ما قلت اهميه الاكسترنال انفايرمنت في فكره ان هي ان امبورتنت انبوت فور استراتيجيك بلان، هي جت اهي اكسترنال انفايرمنتال اناليسيس، هحلل بقى مكونات الاكسترنال انفايرمنت اللي هي ممكن تكون سمبل ستيبل، وده طبعا غالبا مش موجود، وغالبا هنا فيري دايناميك ان ستيبل كومبلكس انفايرمنت. يبقى هتحلل ايه بقى؟ مش احنا عندنا جنرال اكسترنال انفايرمنت؟ تعمل لها ماكرو اناليسيس، بما ان هي كبيره يبقى انت عايز تفوكس بشكل، يعني مش هتركز على كل تفاصيل، لكن تبص على الجزء البوليتيكال، البي الاي الايكونوميك، السوشيو كالتشر، التكنولوجيكال، الليجل، الليجل يعني بوليتيكال، الديموغرافيكس والترندز، والايه الجزء الجلوبال. وده الحقيقه جنرال يعني ناشونال وانترناشونال، يعني في البلد ككل، والجزء الجلوبال في العالم، وخصوصا الريجنال برضه في المنطقه اللي حواليك، شرق اوسط، المنطقه العربيه وما الى ذلك. طيب ده مهم، لكن اهم منه بقى لازم تخص شويه تقرب المؤسسه، يعني فيري لوكال، يعني في المدينه، يعني على بعد كيلو واثنين كيلو في نفس الاريا اللي هي سبيسيفيك اكسترنال انفايرمنت، نفس الاريا بس خارج المؤسسه، وده اسمه مايكرو اناليسيس اوف ذا اكسترنال انفايرمنت او سبيسيفيك اكسترنال انفايرمنت اناليسيس. وهنا هتكلم شويه على بورترز 5 كومبيتيتيف فورسز شيبنج استراتيجيز اوف ميشيل بورتر، وده الفيري لوكال. طب ده الاكسترنال، هو انا بس هانلايز اكسترنال؟ مش انا محتاج اعمل انترنال اناليسيس؟ ايه اللي محتاج اعمله اناليسيس انترنال؟ ها؟ كومبيرنج اللي جوايا عندي في المؤسسه، محتاج اعمله اناليسيس. موجود عندي ويكنس سترينثز الفوت اناليسيس الاسترينث الفوت اناليسيس المايكرو اناليسيس ولا strengths weaknesses opportunities and threats yeah. yes threats internal environmental analysis by the way يعني عشان اكون دقيق طبعا اكيد opportunities and threats ديت اللي هي في specific external environment انما direct internal هي strengths and weaknesses تمام بس separate entity محتاجه يعني تاخد اهتمام اكتر اللي هي اسمها SWOT analysis طيب هل انا مش محتاج احلل الريسورسز بتاعتي ال HR وال non HR resources محتاج يبقى الهيومن والان هيومن ريسورسز لان دي ذا موست امبورتنت ريسورس يبقى اعمل ريسورسز اناليسيس لان الحقيقه الاتش ار ريسورسز ستيك هولدر اناليسيس اولسو
Yes, excellent. Stakeholder analysis and mapping. اللي انا لسه عاملها من شويه. ما احنا مش هنخش في تفاصيل الجنرال اكسترنال انفايرمنت. لكن انا ما اتكلمتش عن سبيسيفيك اكسترنال، هتكلم عنها دلوقتي. ما اتكلمتش على الصوت اناليسيس، هتكلم على الصوت اناليسيس. اوكي؟ ستيك هولدر اكشوال اتكلمت عليه فمش هتكلم عليه النهارده، بس انا عارف الستيبس لان انا اتكلمت عليه في الجزء اللي فات في الاكسترنال انفايرمنت. بعد ما كومبليت يور اناليسيس خلاص بقى هتوصل لحاجه اسمها فيسيولوجي اوف ذا استراتيجيك بلان. بنسميها فيسيولوجي اوف ذا استراتيجيك بلان اللي هي فورميشن اوف استراتيجيز، اللي هي بقى الاستراتيجيات والجولز. طيب الاستراتيجيات اللي هي ايه؟ الواي اوف اتشيفينج جولز. هتوصل وتمشي ازاي عشان تحقق الاهداف بتاعتك. وهنا اتكلم على ثلاث انواع من الاستراتيجيات، اتكلم على الكوربريت استراتيجي، واتكلم على الكومبيتيتيف استراتيجي، وهنتكلم على الفانكشنال استراتيجي. يبقى ايه هي الكور فاليوز؟ ايه هي الميشن؟ ايه هي الفيجن؟ ايه هي الجولز؟ ايه هي الاوبجكتيفز؟ ايه هي الاكشن بلانز؟ اوكي؟ يعني بص بكلام سريع جدا عشان مش هرجع تاني للقصه ديت، لكن هتكلم بالتفاصيل هنا في البورتر فايف فورسز اللي هي المايكرو اناليسيس وعلى السوات اناليسيس، هتكلم بتفاصيل اكتر. لكن انت لما توصل لفورميشن جول استراتيجي بعد الاناليسيس محتاج تتكلم على الكور فاليوز، القيم اللي بتحكم المؤسسه بتاعتك. يعني بتتكلم على الكريديبيليتي، المصداقيه، بتتكلم على الانتجريتي، النزاهه، بتتكلم على الاكسلنس، التميز، بتتكلم اوبن كوميونيكيشن، التواصل، بتتكلم على الكواليتي. الميشن واي وي اكزيست، احنا موجودين ليه؟ رساله المؤسسه دي ليه؟ الفيجن وير وي ونت تو جو، عايزين نوصل فين؟ احنا موجودين في بوينت ايه؟ عايزين نوصل لبوينت بي، هنوصل ازاي؟ بالجولز. الجولز اي استراتيجيك بلان الافريج تايم بتاعها 5 تو 7 ييرز، خمس سنين. الجولز الحقيقه 2 تو 3 ييرز. بتقسم لمجموعه من الاوبجكتيفز نيفر اكسيدنج 1 يير. الاوبجكتيف شود بي سمارت، سبيسيفيك، ميجرابل، اتشيفبل، رياليستيك اند تايم باوند. الاكشن بلانز الديتيلز، يعني هاو اند ديتيلز، التاسك، يجيب مهمه، هو از ريسبونسبل، الفول نيم بتاعهم، التايمنج اوف ذا تاسك، الكي بي ايز اللي هقول اتحققت التاسك ولا ما اتحققش التاسك بتاعتي، والستاندرد بقيس اجنس الايه التاسك ايه التاسك بتاعتي. الاكسترنال انفايرمنتال اناليسيس ده اهي، ودي احنا قلناها، انا بس جايبها للتذكره، ولكن هتكلم على البورترز فايف فورسز ذات شيب استراتيجي، وده بروبوزد باي وديفلوبد باي ميشيل بورتر. ميشيل بورتر ده استراتيجيك بلاننج بروفيسور ات هارفارد يونيفرستي، واتكلم على في فايف فورسز اللي هي related to the very local direct external environment. Environment اللي very local اللي حوالين المؤسسة وبتحكم عليها. في حاجة اسمها competitive rivalry ودي قوة المنافس المباشر. في حاجة اسمها bargaining power of supplier of customer or buyer، هنا قوة ال customers اللي هم الزبائن أو ال buyers اللي هم هي receive the output of our service or products تحتي، وهم اللي هي pay for it، وهم source of revenue. Bargaining power of suppliers، الناس السبلايرز اللي هم externally اللي هيديني السبلايرز بتاعتي، threats of new entrants، threats of substitutes. Competitive rivalry اتكلم عنها بشويه تفصيله، يعني انا دلوقتي النهارده موجود كمؤسسه في مكان، اضرب مثال برضه بالمستشفى، وعلى بعد كيلو مني في مؤسسه ثانيه، انا تيرشري وهم تيرشري، يعني انا بقدم كل حاجه في الهيلث كير وهاي تكنولوجي واوبن هارت سيرجري وكانسر وتريتمنت وكل حاجه، وهو موجود جنبية وده المنافس المباشر ليه، المفروض تبقى عيني عليه. ليه عيني عليه؟ لان ده قوه المنافس المباشر، واشوف بقى هو بيقدم ايه وانا ممكن انافسه في ايه. يعني ايه الكومبيتيتيف ادفانتجز، الكور كومبتنس اللي عندي اقدر اوت بيرفورم هيز سيرفيس اورجانيزيشن سيرفيس، الخدمه اللي بيقدمها. يعني هل انا اقدر اقدم خدمه مور افكتيف اند افيشنت، وبالتالي اقدر انافس مثلا بالكواليتي، او اقدر انافس مثلا بالكوست بالتكلفه، او اقدر اركز على جزء وسيجمنت معين من البوبوليشن واسيب له هو السيجمنت ده، فده مهم جدا. طيب سيبنا من اللي جنبيه ده، ما في واحد تاني دخل الماركت، انا لسه موجود وعلى بعد كيلو 2 كيلو مني جت مؤسسه تاني بتتبني وخلاص وهتشتغل في خلال سنه وبتقدم خدمه احسن من اللي انا بقدمه. انا بعمل عمليات مثلا بالفتح البطن مثلا، وده بيعمل مينيمال انفيزيف فتحه قد كده وبسعر كومبيتيتيف لاي، يبقى ده تهديد ولا مش تهديد؟ ده ثريت اوف نيو انترنت. جامعه خاصه وجامعه خاصه جنبها تقدم خدمه وخدمه احسن وهتطلب من الاولاد تكاليف اقل واولياء الامور، يبقى ده نيو انترنت وخدمه دي مشكله برضو بالنسبه ليا. ثريت اوف سبستيتيوت، لا ده هو موجود اكشوالي اللي على بعد كيلو، بس الحقيقه بدا يقدم خدمه
هتخلي الناس تروح له سواء بجودة أعلى أو بسعر أقل. طبعاً ما نقدرش إحنا الحقيقة أي إن كانت type of organization for profit or not for profit organization we cannot neglect or ignore the power of competitors, the power of customers, and the customers are the source of our revenues. تمام؟ يعني ذات من ضمن الحاجات اللي يقولك إيه ال customer service one of the most important strategic weapons. لو أنت عايز أسلحة استراتيجية تنافس بيها ال customer وال market share. تمام؟ ال power of supplier. Deming كان له 14 principles of management. بيقول لك ايه؟ لما تيجي تتعامل مع supplier او supplies تجيب supplies من suppliers اتعامل مع ال best fewest احسن واقل number of supplies. ليه suppliers؟ لانك انت اولا لازم يكون عندك عدد عشان تقدر انك انت تنجوشيت وتضربهم في بعض يعني باللغة السوق فتقدر تحصل على احسن quality واحسن price وفي نفس الوقت ما بيش عدد كبير جدا لان برضو عشان يضمنوا انك انت بتاخد منهم نسبة معينة فيبتدي ان هم يهتموا بيه ويديك احسن برضو ايه quality. فده ال win-win situation ممكن توصل دول ميشيل بورتر 5. اما السترينث والويكنس اوبورتونيتيز تريتس حد يقدر يقول اكزامبل للسترينثز والويكنسز في الاورجانيزيشن؟ للسترينثز المان باور الاتش ار سترينثز الكومبتنسز الجداره بتاعت الاكسبيرينس بتاعهم السكيلز اللي عندهم الابيليتيز اللي عندهم يبقى الهيومن ريسورسز السترينثز انترنال سترينث. ايه تاني؟ الكاش فلو. ها؟ كاش فلو. عن... كاش فلو الفلو عندك يعني ولا الكاش فلو؟ يكون عندي كاش فلو زيادة أو يغطيني. عندي يعني. كاش فلو زيادة أقدر أعمل إن أنا أفاينانس الأورجنايزيشن بتاعتي وأديها سبورت فاينانس. ممكن يكون عندي هاي تكنولوجي. ممكن يكون عندي؟ هاي تكنولوجي. هاي تكنولوجي، هاي تك في صورة مينيمال انفيزيف تكنولوجي أو عندي. ولا الكاستمر لنفس المنتج اكتساب حبهم لفترة أطول. في بعض الأحيان شركات بتكون ميني يعني صغيرة بس السمعة القيمة الاعتبارية لنفس البزنس. Yes. Yes. High quality product, high quality. High quality product. تقدم high quality product. تمام؟ أو من ضمن قوتك high quality product اللي بتقدمها. عندك information management system موجود جوه المؤسسة. ده بيساعدك جدا. واخد اعتماد. سواء كنت health care أو non-health care. واخد accreditation. بتشتغله في standard. وعندك strong quality management system موجود عندك. والweakness عكس the strengths. الopportunities بقى موجودة في external environment. أنت بتبحث عنها. الopportunity والفرصة. لو أنت مش حد innovative ومش risk takers. مش هتلاقي الاوبورتونيتي. يعني اوبورتونيتي فور فاينانس انك تجيب انفستورز انك تجيب دعم مالي للمؤسسه انك انت تاخد اعتماد في انشورنس جاي ونظام تامين تقدر تهولد تعمل سترونج نتورك اوف اورجانيزيشنز وتعملوا مع بعض تنضموا وتتعاقدوا مثلا مع الايه مع الانشورنس مثلا مع التامين الصحي تقدر انك انت تجيب نفسك ايه فلو او تزود الماركت شير. عندك ليس بريشر من الميديا وفي نفس الوقت السوشيال ميديا بدات تهتم بالشغل بتاعك وتفوكس عليك وكمان الميديا بشكل عام هي البابليك ميديا الديون والجرايد بدات تتكلم عنك دي اوبورتونيتي تقدر انك انت من خلالها تظهر لك او في نيد لبعض احنا اتكلمنا عنه. انا بس عايز اتكلم شويه هوصل للفورميشن اوف استراتيجيز. عايز اتكلم على استراتيجيز الكوربريت والبزنس اللي هي الكومبيتيتيف والفانكشن استراتيجيز. تمام؟ لما هنوصل للاستراتيجيك مانجمنت يبقى نقول امبلمنتيشن اند ايفالويشن. وايفالويشن يعني هاو افكتيفنس اوف ذا استراتيجيز ان اتشيفينج الجولز والادجستمنتس اف ذير از نيسيسري ادجستمنت فور ذا استراتيجي عشان دي استراتيجيك بلان. يبقى هنا هتكلم شويه عن الكوربريت استراتيجي هتكلم على الكومبيتيتيف استراتيجي هتكلم على الفانكشن استراتيجيز. الكوربريت استراتيجي بتتلخص في كلمه جسر جروث رينيوال استابيليتي. طيب الجروس يعني المؤسسه الطبيعي willing to expand the number of markets عايزه تزود الماركت شير. تمام؟ would produce more products and introduce more service تقدم خدمه اكتر للمؤسسه. فهنا يا اما ان هي استراتيجيات الجروس النمو الكونسنتريشن يعني ايه؟ يعني more service more products. تمام؟ اوسع في المؤسسه يعني انا هركز اكتر في السيرفيس بتاعتي بان انا مثلا ادخل مينيمال انفيزيف ان انا ادخل برودكت نيو برودكت الكاستمر از ويلنج تو بي فور وعرفت ان الكاستمر محتاج المنتج ده. الفيرتيكال انتجريشن فكره الدمج بقى ازاي فكره الفيرتيكال انتجريشن حاجه اسمها باكورد اند فورورد. باكورد فيرتيكال انتجريشن تبقى الاون سبلاير يعني انا مستشفى عيون
اعمل مصنع صغير او اقوم انا استورد انا اللينسز اللي بتستخدم في عمليات الكاتاراكت مثلا، فبالتالي اتخلص من البرجيننج باور اوف سبلايرز والسعر العالي لللينسز. فورورد فيرتيكال انتجريشن، انا الاون ديستريبيوتور، انا فارماسيوتيكال كامبري شركه ادويه، اعمل مجموعه من مخازن ادويه، مجموعه من الصيدليات والفارماسيست توزع لي الدواء بتاعي عشان اتخلص من قوه المنافس اللي موجود. في حاجه اسمها هوريزونتال انتجريشن اللي هي كومبايننج وميرجنج ويز كومبيتيتورز، عندي كومبيتيتور بيمونوبولايز السوق، يعني هو موجود في الماركت وعايز ان هو يحوز الماركت لوحده وانا عايز احوز الماركت لوحده. طب ايه رايكم نقول للدايركت كومبيتيتور ده ما بدل ما نهد من بعض وناكل من الماركت شير بتاع بعض، ما تيجي نعمل ميرجنج اند كومبايننج، يبقى كومبايننج ويز كومبيتيتورز. في حاجه اسمها دايفرسيفيكيشن، والدايفرسيفيكيشن اسمه ريليتد ان ريليتد. ريليتد يعني ريليتد ذا سيم اندستري، يعني من شركات ادويه ومجموعه من المعامل مثلا التحاليل والمستشفيات تعمل نتورك مع بعض. ان ريليتد تلاقي حاجه في الهيلث كير اندستري وحاجه في النون هيلث كير اندستري ويعملوا دمج بينهم وبين بعض. الكوربريت استراتيجيز استابيليتي، واحد يقول لك لا يا عم انا لا همه ولا ديول، انا هنتج اللي انا بعمله، لا هزود النورمال، لا هقدم خدمه زياده ولا هقدم برودكت زياده، اسمها استابيليتي. يعني ايه؟ استراتيجيه الاستقرار، وطبعا ده خطر جدا. Nothing is more risky than being innovative. اكتر ريسك انك انت ما بتكش انك انت you don't take the risk. اخطر ريسك when you don't take the risk. يبقى nothing is more than risky is more risky than not being innovative. وتقول ان انا هفضل زي ما انا. طبعا هنا في مشكله في السستينابيلتي بتاعتك. اخيرا الرينيوال استراتيجي، لو في بيرفورمانس بروبلم، نقول بقى المشاكل الاداء في المؤسسه ماينور ولا ميجور. لو البرفورمانس بروبلم ماينور، بيرفورمانس بروبلم، يبقى اسمها ريترنشن، انت محتاج حاجه اسمها كوست كاتنج وستراكشرنج، مينيمال ستراكشر اوف اورجانيزيشن اوبريشن. ولكن لو عندك ميجور بيرفورمانس بروبلم، هيبقى عندك اكستنسيف كوست كاتنج اند اكستنسيف ستراكشرنج اوف يور اوبريشنز. تمام؟ عشان تتحول في الماينور في ريترنشمنت استراتيجي، حضرتك محتاج تتوقف استراحه محارب، تقلل شويه الاوفر هيد كوست، تعمل ريفيتاليزيشن للريسورسز بتاعتك عشان تي تو بي ستيبل اند كومبيت اجين ان ذا ماركت. في التيرن اراوند محتاج الحقيقه انك انت تعمل ريستراكشرنج لكل اوبريشن بروسيسز، ومحتاج ده ان في ميجر بيرفورمانس بروبلم عندك. فده الفرق بين الريترنشمنت والتيرن اراوند. الكومبيتيف استراتيجي، هسال نفسك سؤال، انا هنافس في الايه في الماركت ازاي؟ استراتيجي فور هاو ان اورجانيزيشن ويل كومبيت ان ذا بزنس ازاي؟ فانت المنطق واللوجيك بيقول ايه؟ يا اما هتنافس بالسهل وتقدم نفس الكواليتي، يا اما تقدم كواليتي اعلى ريجاردلس البرايس، يا اما تركز على السعر والكواليتي بس ان سيجمنت اور نيش، حته شويه على 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 كاستمر، نوعيه معينه من الكاستمر، من الزباين، على نوعيه معينه في الجيوغرافيك ريجن، في المنطقه الجغرافيه المعينه. تمام؟ على تقدم برودكتس معينه وتسيب للكومبيتيتور برودكتس ثانيه. Stuck in the middle, failure to compete in the market. اللي بيسموه رأس على السلم باللغة الدرجة بتاعتنا. يعني هو إيه؟ يعني failing to develop cost leadership or differentiation strategy. The cost leadership strategy أنت بتأكد على فكرة أنك كنت high effective. يعني إيه؟ بتدوس أو بتintroduce the right service. بس في نفس الوقت لازم تكون highly efficient. يعني توفر. عشان تعمل costing أقل بالcompetitive. بس لما تعمل توفير، هل ده على حساب الكواليتي؟ وتقول لي هنافس؟ ده سؤال. هل ينفع اقول كوست ليدرشيب استراتيجي وده على حساب الكواليتي؟ ولا لازم الكواليتي تكون كومبيتيتور اور كومبيرابل تو ذا كومبيتيتورز، سبيشالي الدايركت كومبيتيتورز؟ هو في الكوست ليدرشيب يا دكتور يعني بيركز اكتر على ان هو يبيع بارخص سعر، هو يعني مثلا لو قلنا زي الجماعه الصينيين بيحبوا يبيعوا ارخص سعر، هو كوست ليدرشيب عايز يبقى افضل سعر وخلاص. بس السؤال اللي بيطرح نفسه، لو انت ركزت انك تبيع باكبر بافضل سعر بس عندك مشكله في الكواليتي، هل كومبيتيشن؟ فكره ان السيجمنت ده هو بيبقى وضعه ان هو عارف ان الكواليتي بتاعته مش هاي اند. اهم حل من الاثنين في الاستراتيجيه دي ايه هي؟ يا اما انك انت في الكواليتي بتاعتك تمنتين الكواليتي وتركز انك تكون افيشنت، وانك انت بتكيب الاوفر هيد كوست تو ذا مينيمم، وبتعمل اي حاجه تكات كوست بس تعمل هولدنج للهاي كومبتنت ريز اللي عندك، اوكي، عشان تحافظ على جوده المنتج.
في بعض المجتمعات والكالتشر ممكن تاكسبت انك تشتري منتج صيني بجوده اقل. يبقى الحاكم هنا ايه؟ كلمه اتليست اكسبتبل تو باير. يعني ايه؟ يعني ما كانش في الكواليتي بناء يعني زي المنافس ليك بسعر اقل، يبقى على الاقل مقبول بالنسبه للكاستمر، يعني الكاستمر ويلنج تو بي فور، يقبل الخدمه دي ويدفع لها مقابلها ويجي يشتريها. انما الديفرنشيشن استراتيجي مركز على الكواليتي، قال لك سيبك من موضوع السعر ده، انا يا سيدي هتفكر وهقدم هاي كواليتي برودكت بالبراندنج، زي البراند اللي هي العلامات التجاريه المختلفه، الفود براند بيعلي الفاليو ولو على حساب السعر. بيقول لك انا ليا الكاستمر سبورت، انت بتروح مطاعم بتعلي السعر وبتروح لها لان هي بتركز على الكواليتي ومضمونه بالنسبه ليك. ممكن الكلام ده بقى بالايه؟ بالنيو ديزاين، بالانوفيتيف ديزاين، بالبراند، بالايمج، بالجزء التكنولوجيكال كابابيلتي اللي تستخدمها انك تقدم حاجه اعلى بصرف النظر عن الكوست. طب ايه الفوكس بقى؟ هتاخد الكوست او الديفرنشيشن استراتيجي وتركز على نيش معين، تركز على مجموعه من الكاستمرز معين او منطقه جغرافيه معينه وتشتغل بالاستراتيجيه دي. زي كده في الاخر فوكس استراتيجي التركيز هي يا كوست ليدرشيب انسرت سيجمنت اور انارو سيجمنت اور نيش. تمام؟ في ناس بتاخد الكلاس الهاي كلاس وتركز عليه وتقدمه هاي كواليتي بسعر اعلى ويقول لك هو ده الفوكس استراتيجي. ايوه برضه الاستراتيجيات ديت برضه ماركتنج استراتيجيز، يعني باي ذا واي يعني استراتيجيات تسويق وفي نفس الوقت استراتيجيات تنافسيه. استقن زمان ده اللي بيفشل. يعني ايه كومبيتيف ادفانتج؟ ميزه تنافسيه. من الاخر ذا ابيليتي اوف ان اورجانيزيشن تو اوت بيرفورم اذر، يعني تعلي في الاداء بتاعهم. By producing products or introducing services more effectively and efficiently than competitors. تقدر تنافس وتتواجد وتنشور لونج تيرم sustainability. يعني ايه functional strategies؟ يعني من الاخر different departments inside the organization تمام that supports the competitive strategy by its operations. يعني الريسيرش والمانيفاكتشرنج والماركتنج والاتش ار والفاينانس بيسبورت الكومبيتيتيف استراتيجي سواء كانت كوست ليدرشيب او كانت ديفرنشيشن او فوكس استراتيجي. هختم بحاجتين. الحاجه الاولانيه ويمكن انا علقت عليها في الاول الموديل اوف تراديشنال جول سيتنج. الجول لما بيكون توب داون، متفقين قلنا ايه؟ لما تون ات ذا توب يعني ايه؟ وايه مشكلته؟ تون ات ذا توب مشكلته الاساسيه ان في ديفرنت انتربريتيشنز اوف ذا استراتيجيك جولز ات ديفرنت ليفلز. ويدي اكزامبل للموضوع ده. لما يجي التوب مانجرز يقول لك وي نيد تو امبروف ذا كومبانيز بيرفورمانس، عايز احسن اداء المؤسسه وازود الاوتكمز، هل هو قال لك هنا على حساب الكواليتي؟ ما قالهاش. فكلمه البرفورمانس هنا برود تيرمز ممكن تحتمل ديفرنت انتربريتيشنز واوبوزيت انتربريتيشنز. فلو في ديفيجنال مانجرز المدير بقى اللي تحت بيقول لك ايه؟ راح للقسم بتاعه وقال لهم عايز انتربريت الايه الجول ده، قال لهم ايه؟ اي وونت تو سي ا سيجنيفيكانت امبروفمنت ان ذيس ديفيجنز بروفيت، انا عايز احسن البروفيت. شوف هنا كان بيتكلم على ايه؟ على بيرفورمانس. فهو الديفيجن عمل لها ديفيجن مانجر عمل انتربريتيشن للبرفورمانس على ان هو ايه؟ بروفيت. راح الفيرست لاين عمل ايه؟ قال للامبلويز اللي معاه انكريز بروفيت ريجارد اوف ذا مينز، يعني انتج يخليك اوتكم اورينتد بصرف النظر عن وسائل شرعيه او غير شرعيه، بصرف النظر عن الكواليتي. فراح الامبلويز اللي تحت بقى الموظفين قالوا قولوا لبعض دونت وري اباوت كواليتي جاست ورك هارد. هل بقى السؤال للانتربريتيشن ده عند البوتوم هنا في الارضيه البرود بيز هنا، هل هو ده اكيوت انتربريتيشن للاستراتيجيك جول اللي هو كان معناه ان احنا محتاجين ان احنا نبروف البرفورمانس بتاعنا؟ كل انتربريتيشن كل واحد بيعمل على مزاجه، فبالتالي هنا بقى في مشكله. الجول هنا وتم تنفيذه بس بطريقه خاطئه، ودي مشكله التراديشنال جول سيتنج. التوب التون ات ذا توب، مش بس عشان الميكروفون انا قدامي سلايد واحده فمعلش الصوت بس اللي عنده نويز لو سمحت. بعكس بقى تماما اللي هي البيتر دراكا الموديل اللي هو الايه اللي هو كونتمبري جول سيتنج موديل اللي هو الجول سبيسيفيتي سمارت جولز، ده بيتر دراكر قالها. بيتر دراكر قالها بارتيسيبيتيف ديسيجن ميكنج، قرار التشاركي اللي هي التون ات ذا بوتوم، اكسبليسيت تايم بيريود، بيرفورمانس فيدباك.
اللي انت حضرتك هت ايه هتعمل كاسكيدنج، بدل ما انت قلت توب داون عملت بوتوم اب وكاسكيدنج، واقصد ان احنا اعتقد احنا شرحناها في المقدمه. طيب الاستراتيجيك بلان بتتم دايما عند التوب اكزيكتيف التوب ليفل. الفيرست ليفل معني اكتر بالاوبريشنال بلان، الميدل ليفل مانجرز معني اكتر بالتكتيك بلان. ان كونكلوجن اتكلمنا النهارده يا شباب عن البيزك كونسبتس اوف كونتمبري مانجمنت انهار الحقيقه، واحنا غطينا توبكس كتيره جدا، اتكلمنا عن مانجمنت، مانجمنت فانكشنز، مانجمنت رولز، اتكلمنا على الاكسترنال انفايرمنت، اتكلمنا عن الكالتشر كومبوننتس اوف الاكسترنال انفايرمنت والكالتشر والكي دايمنشنز اوف كالتشر والامبورتنس اوف كالتشر، واتكلمنا عن الاستراتيجيك مانجمنت استراتيجيك بلان بروسيس، واتكلمنا عن الكومبيتيتيف استراتيجيز، واتكلمنا فاينلي ات ذا اند عن التراديشنال اند كونتمبوري goal setting approaches. وقت الأسئلة. Any questions؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا دكتور على المحاضرة، بس في استفسار بسيط الله يسعدك. تفضلي يا الآن كبزنس جديد داخل للسوق التنافسي في ظل الضغوطات الاقتصادية الجديدة المتغيرة بسرعة زمنية، زمان لما كنا نبغى ندخل السوق كتست مؤسسة ولا شركة فردية نعمل التضامن أو ناخذ البراند، إذا أنا هعمل تست لبزنس صغير إيش المقومات الأساسية لنجاحه إذا أنا حدخل في سوق في طلب بسبب الضغوطات، يعني في فرصة في opportunity بتيم صغير، بتيم صغير نعمل في opportunity هو يستارت البزنس نيو بزنس يعني؟ yes new business. هنا بقى كنا بنقدم محاضرة اسمها managing entrepreneur ventures اللي هي مؤسسات ريادة الأعمال، أو أنك أنت تبدأ عمل جديد وهو بيبقى in response to needs in the environment، في احتياج موجود، فلازم الاول تسال نفسك سؤال، انت ناوي تقدم خدمه سيرفيس او برودكت معين، حضرتك هتقدمي ايه؟ ما انت لو حضرتك قلتي اقدر ان انا ارد عليك، عايز تقدمي ايه؟ او الاندستري اللي شغاله فيه ايه؟ عشان دي سبيسيفيك دايركشن جايدنس اوجه حضرتك في الاتجاه المناسب. هتعملي بزنس في انهي اتجاه؟ هو تقديم خدمه غير ملموسه بس يحتاجها يعني الانفورميشن في هذا التايم، يعني في ظل الجانحة والمكاسب فيها معقولة، يعني حتى نسبة المخاطرة مدروسة لها فترة يعني طويلة. يبقى السؤال اللي بيطرح نفسه في نيد يعني في opportunity يعني نيد يعني opportunity. اوكي يعني انا النهاردة في احتياج موجود ويبقى في opportunity يبقى الفرصة موجودة، يبقى هو ان ريسبونس فور اوبورتيونيتي. بس لازم حضرتك تكون فاهم حاجه مهمه جدا، الاستاتستكس بتقول برغم ان موجود نيد موجود اوبورتيونيتي موجوده 45% اوف انتربرينور فينتشرز بتفيل ويذن 5 ييرز، واللي بيكمل 50% او 55% بعد 5 سنوات. هتبقى حضرتك فاهمه كويس جدا الموضوع، مش لازم بقى بيفيل او بيهارفست البيزنس بتاعه بينهيه، مش لازم يكون خسر، ممكن بينيه هو كسبان بس ما بيقدرش ينافس ولا يكمل في السوق. اوكي فلازم يكون الاول حضرتك اهم حاجه يكون في نيت، يكون عندك كومبيتيتيف ادفانتج، انت هتنافسي في ايه؟ ما هو انت في نيت، طب في كومبيتيتور ولا ما فيش؟ اكيد في كومبيتيتور. طب الكومبيتيتور ده بيقدم سيرفيس شكلها عامل ازاي او برودكت شكله عامل ازاي؟ لازم افكر والويف ثينكينج هنا هاو تو كومبيت ان ذا ماركت، هنا مهم جدا. انا مش هتكلم على جروس بقى، ده انا عايز ادخل انافس واقدر استمر في السوق، يبقى ده مهم جدا. يبقى لازم اختار اليومن باور اللي معايا كويس جدا، لازم يكون عندي فاينانسنج، لازم يكون دعم مالي موجود جدا، لازم الليجل فورم الشكل القانوني للمؤسسه اللي انا هشكل، لان ده مهم جدا بعد كده في موضوع الضرائب وموضوع الفاينانس. يعني هل انت شركه توصيه بسيطه ولا اسمها حاجه اسمها شركه مخصصه، ولا هعمل اشكلها ازاي في الدوله؟ ايوه فاهمه الشكل التنظيمه البوليسي واضح عندي، يعني موضوع مدروس، بس انه نيو بورن يعني ولادته جديده في ظل الضغوطات هذه والتوكل على الله. اوريدي انا عارفه المنحنى حقه النضوج حق البزنس او بناء السمعه في 5 سنين،
اوريدي احنا جهه تمويليه اساسيه في الحكومه يعني في الجفرمنت، فيعني انا يهمني اكثر في الخطط البديله في حاله اي تشوك يحدث على ممر الخمس سنين. ايوه لازم اكون عندي بلان بي ازاي ان انا ممكن هل هكمل في فرصه للتكمله ولا اتوقف واعمل ايه اتشينج البيزنس بتاعي. في بلان في المسمى حق الوصف اللي هو حق النشاط في حالة تقلبات الوضع الاقتصادي، فهذه هي الخطة البديلة، تعدد التوصيف الاناليسز في الاسم حق النشاط، بحيث إذا قفل هذا الوضع ورجعنا في حالة الحصر أو الانحصار بنعمل الخطة البديلة 1 و 2 و 3. هذا التفكير المرن. أيوة يبقى عندي خطة بديلة أطلعها من الدرب، وكمان يا ريت لما احط الخطه ديت ما اضطرش اغير الليجل فورم الشكل القانوني للمؤسسه، يبقى عدد أيوة النشاط أيوة في التاسيس عشان الجا لها. يبقى انا زي ما بقول لك مثلا ايه، بقول لك دايما ايه شركه خدمات طبيه على سبيل المثال، شركه الخدمات الطبيه دي ممكن تعمل مستشفيات، ممكن تعمل معامل تحاليل، ممكن تعمل مراكز اشعه، وبعد كده يمرج مع بعض او يندمجوا مع بعض في مؤسسه واحده، فده عشان مش كل شويه يبقى ليك تهديد للشكل القانوني بتاعك مهم جدا. فموضوع ريجوليشنز والليجل فورم to be considered عند التأسيس عشان يسمح لي ان انا اوصل او اروح للبلان بي ان كيس ان انا في معاناة مع البلان اي. برضو في نفس الوقت لازم ابقى how to deal، ازاي اتعامل مع الديزاسترز بقى، يعني انا بقى حصل ديزاستر وخلاص بقى لا بلان اي نفع ولا بلان بي نفع، هل انا النهاردة ازاي ان انا يعني انهي واعمل termination وبيسموه harvesting of business باقل خسائر ممكنة. انتوا عارفين فكرة ان واحد يقول الاسلاس مش معنى ان كلمه اعلن افلاس انه خسر، فهو عايز يوقف نزيف الخساره او مش عايز يوصل اصلا للخساره، فدي برضو دي فكره مهمه جدا. واضح ان حضرتك انا مش قلقان منك، يعني كلام حضرتك بيا دول عليك فاهمه كويس جدا، وانت سابقاني اصلا في التفكير، فانت مش محتاجه غير ان تتوكلي على الله وتقومي بالبزنس بتاعك، وان شاء الله تمنيت كل التوفيق. شكرا عافيه، شكرا ليك. بس في البدايات خليكي شويه ايه تقولي باتشور، تقولي باتشور، ما تكتريش من عدد الموظفين عندك في الاول، قللي الكوست نفسه اللي عليك وتكاليف الانتاج اللي عندك او تكاليف التشغيل اللي عندك وزيد جرادوال، احسن بكتير جدا ما يحصل لك ماينر بيرفورمانس بروبلم او ميجر بروبلم تضطر تعملي رينيوال او استبدال او تتخلصي منهم، يبقى في الاخر انت دخلت في فيشس سيركل. في اسئله ثانيه اي ثينك؟ شكرا. شكرا للدكتوره عبير. في الدكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور عبد الحميد. أي فندم، شكرا جزيلا دكتور ياسر. بالنسبة للترتيب الاستراتيجيز، يعني احنا الكونسبت اللي في الأول كان strategy, goals and objectives بالترتيب الكاسكيدينج، هل ده لازال موجود ولا في تغيير؟ يعني الناس بيحطوا الجولز الأول وبعدين الاستراتيجيز، ففضلا لو توضيح النقطة هذه. هو حضرتك المفروض العلاقة ما بين الجول والاستراتيجي والبلان نفهمها الاول قبل ما نفهم الجول الاندس، عايز اوصل لفين، تمام كده؟ فانا مثلا عايز ازود الماركت شير بتاعي خلاص، او عايز ازود البروفيت، ده جول. انا ما بعملش فورميشن جول، ده الهدف بتاعي. طيب الاستراتيجيه، هل انا هوصل له بجاست ان انا بالجروس استراتيجي وزود كومبيتيشن، يعني اركز اكتر على النمو بتاعي وماليش دعوه بالكومبيتيتور اللي موجود، هل انا اقدر اتحمل ان انا اتجاهل المنافس اللي موجود حواليا واقول ان دي بس ان انا فكره الجروس اللي هي مثلا زي الكونسنتريشن مثلا، وهكونسنتريت وهادي مور برودكت او مور سيرفيس عشان ازود الماركت شير اللي انا اتكلمت عنه، هل اكتفي بكده؟ دي استراتيجيه؟ لا طبعا. يبقى لازم ان انا احدد مع الجولز هحققه ازاي، اللي هي الايه الواي اوف اتشيفينج جولز، يعني الاثنين لازم مع بعض. اقول الاستراتيجيه ايه مع الجولز ده، لان الحقيقه ان في اهداف ممكن ما تبقاش ان الاينمنت ويز ذا استراتيجيز، الاستراتيجيه بتاعتي ما ينفعش، انا النهارده ما اقدرش ان انا انافس، انا النهارده في مرحله استابيليتي، فازاي انا في مرحله استابيليتي وديت الاستراتيجيه بتاعت الكوربوريت وفي نفس الوقت بتكلم على انكريزنج الماركت شير، ينفع؟ ما انا ستيبل وانا مش قادر، يعني انا في المرحله دي مش قادر، فانا هفضل اكونسنتريت، يعني اللي هي الاستابيليتي، يعني انا هكون هنتج نفس كميه المنتج اللي بنتجه فقط لا غير. في الحاله ديت ما تكلمنيش بقى عن بيسموها تشالنجينج جولز،
لكن لو انت راجل عندك ريسورسز قويه جدا وعندك كومبيتيتيف ادفانتج كمؤسسه، لا ما ينفعش. لازم يبقى في جروث استراتيجي زي الكونسنتريشن او الانتجريشن او الدايفرسيفيكيشن او الهوريزونتال انتجريشن وات ايفر، بلس انك انت بتتكلم على الجروث والكومبيتيشن بقى، وهنافس ازاي؟ لازم انافس عشان اكمل. من غير منافسه وانت مع نفسك كده بتتبنى استراتيجيه كروس وبتاجنور البارجيننج باور اوف وثريتس اوف انترنس او الكومبيتيتيف رايفرلي منافس المباشر، يبقى انت ساعتك مش هتقدر تفلح. فالاثنين مع بعض وانت بتفورميت الاستراتيجي وانت بتحط الايه الجولز بتاعتك، عشان هما الاثنين الحقيقه زي ما بنسميه ايه لازم بيكون فيهم ماتشنج وهارموني. فعش ده مختلف عنه. شكرا دكتور. شكرا شكرا دكتور. ممكن يا دكتور بعد اذنك عشان نفس النقطه فضل. هل الاستراتيجي يعني دايناميك، المفروض انها دايناميك تفضل تتغير معايا لو حصل تقلبات او اي حاجه في السوق بتفضل تتغير الاستراتيجي بس، لكن الجول ثابته زي ما هي ولا ايه الوضع؟ لا ما هو بص حضرتك، ما هو انت دلوقتي مهم جدا، انت اصلا وانت بتعمل بقول دايناميك تشينجبل يعني وفليكسبل هغير، انت جات لك فرصه تعلي التارجت بتاعك فممكن تزود يعني تبقى على الجول وتعلي التارجت مثلا. لا لقيت انك انت مضطر انك انت تقلل التارجت بتاعك او الجول بتاعك كنسبه حاجه ميجربل يعني، فهتقللها مثلا ظرف معين لصالح حاجه تانية. انا ما جاي لك في ال يعني انت عندك مشكله لصالح فكره انك انت ايه بدا يظهر عندك داخليا بعض. انا جاي لك في ابو ظبي يعني يحصل عندك ديستربنس جوه المؤسسه، فعندك حل من اثنين، يا يعني اما انك انت تركز عمال تنافس 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 عشان توصل للتشالنج بول ده مثلا تزود الماركت شير مثلا السنه دي 1 او 2%، وفي نفس الوقت انت بقى يحصل عندك ديستربنس انترنال مشاكل عندك كونفليكت، ودي من المشاكل اللي ممكن تعوقك في الاداء. فهل ممكن انك انت تضحي بجزء من الجول بتاعك مقابل انك انت تمونيتور او تعالج البرفورمانس ده البروبلم الموجود عندك؟ تقدر، فتبتدي تعمل المعادله ديت وتحققها. هي دي فكره كل شيء قابل للتغيير بالمناسبه، فكره اللي يعني انت لدرجه انك انت ممكن الاستراتيجيك بلان ده في وقت من الاوقات ده في حاله بقى ان حصل عندنا ديزاستر. يعني انا عايز اقول مثلا في الكوفيد 19 بانديميك حاليا نقدر نقول ان في ناس ممكن تغير تماما، يعني بداوا خطه استراتيجيه سنه والثانيه ولقوا الكوفيد 19 بانديميك. عايز اقول لحضرتك مثال بسيط جدا، مراكز اشعه كانت بتعمل سي تي ما كانتش بتقدر تعمل اكتر من 10 سي تي في اليوم، كان اشتغل بيعمل 100 و200 اشعه مقطعيه في اليوم، جاب كل راس المال بتاعه جابه في السنه اول سنه من كوفيد 19 وحقق ضعف راس المال في السنه الثانيه. عمل ايه ده؟ اضطر ان هو يعيد تاني خطه من اول وجديد. ففكره الدايناميك انك تكون دايناميك فليكسبل ايفن انك انت تريفورموليت الاستراتيجي بتاعتك من اول ومجديد، لو عندك جريت اوبورتيونيتي والخطه اللي فاتت ما كانتش متناسبه تماما مع الاحوال ديت. لكن لو انت اشتغلت بنفس الطريقه ما قبل كوفيد 19 زي ما بعد كوفيد 19، فكل حاجه قابله للتغيير، الجولز قابله للتغيير، الاستراتيجيز قابله للتغيير، الخطه نفسها كلها قابله للتغيير من اولها لاخرها. يعني ممكن احكي قصه صغيره، هو نفس يعني حصل معايا فعلا في البانديميك في الاجهزه الطبيه، في شركات كانت شغاله، انا شغال في شركه اجهزه طبيه، فنزلت جدا بالريسبيراتوري ديفايسز وفعلا عملت ماركت شير عالي جدا وعملت بروفيت عالي جدا جدا، وفي شركات فضلت زي ما هي مش ما بعتش حاجه ما اشتغلتش. بالظبط. انت عارف ان حضرتك الماسك اللي انا اعرف ناس كانت بتشحن بمعنى الكلمه، البيزنس بتاعها واقف تماما، عمل ايه؟ صحيح، غير البيزنس بتاعه، يعني عنده مستلزمات انتاج وقدر يغير ويصنع الماسك الطبي. انا عايز اقول لك حقق ملايين في السنه الاولى من كوفيد 19، ملايين. تمام صحيح حسن، تمام. وفي ناس الالكوهول بدا يصنعها في الحل بشكل معين لان هو من الحاجات اللي بتتصنع بريكويرمنت بسيطه جدا، وجاب لايسنس بسرعه وباع كميات رهيبه جدا وكسب فيها. انا عايز اقول لك خمس كمات اللي هو خمس خمسات ده اللي هو كان رجع تاني ووقف السوق وكان خلاص بيحصل له ديكلاين وديفرسيفيكيشن خلاص. هي دي الفرصه اللي خدها الراجل اللي بيدير المؤسسه ديت وبدا ينتج اكتر، تمام،
وقال لك ايه، هو دلوقتي ركز على منتج او منتجين، كان ممكن بينتج 10 منتجات بتاع 5 خمسات ده، فقال لك خلاص ده انا دلوقتي السوق محتاج دي ودي، حول خطوط الانتاج كلها ان ينتج 5 خمسات، فبالتالي قدر ان هو وحقق مكاسب رهيبه جدا. هو ده الكلام. يعني الناس بتوع سي تي دول عملوا ايه؟ جابوا جهاز جديد طبعا، الجهاز الفلاني ما قدرش يتحمل، وشغلوا جهاز عين الشيست عين الصدر لان هم كلهم عندهم كوفيد 19، وشغلوا جهاز تاني للنون سي تي تشيست، يعني حاجات صحيح. سي تي الصدر وحاجات للحاجات اللي بقى للبرين ولل وسي تي ابدومن وبلبس وما الى ذلك، وحققوا طبعا. انا بقيت قاعد شايف الفلو ما شاء الله حاجه يعني تفرح. لو ده ما غيرش الاستراتيجيه بتاعته اكيد ما كانش هيوصل لوصل. هي دي الفكره. هفضل انا قاعد بتكتب عشان عندي فورمال بلان. هو سؤال بسيط، الخطه دي في الاخر وسيله ولا غايه؟ هي نفسها بالنسبه وسيله. في دول وسيله ولا غايه؟ وسيله طبعا وسيله، ان في مؤسسه، ان المؤسسه ديت تكسب انها تستمر. عشان كده عملت الجولز وعملت الاستراتيجي. والمستشفيات اشتغلت معايا مركزه برضو، كان فعلا كان تفكير صح. يعني هقول لك حاجه بقى، هقول لك اكزامبل تاني بس ما اكونش طولت عليه. في مستشفى اكس ما احبش اذكر عشان ما اعملش ماركه، المستشفى دي كان بيشتغل عنها بروفيسورز اعظم بروفيسور لاستبدال مناظير الركبه في مصر والشرق الاوسط، حفلوا اكتر من كده يعني اعلى ماركت شير في الحته دي. جم فتحوا الاي سي يو وزودوا البيتس في احسن مكان في جامعه الدول، وفتحوا المستشفى لعينين الكوفيد. جاء الدكتور العظيم الرائع، ده انا بركب امبلانتس، انت بيجيب لي الانفكشن لحد عندي؟ ده كل البروسيسز هتفيل وكل النيو بروسيس هتفيل. فرفض يشتغل وسحب شغله منين؟ من المستشفى. قالوا له مع الف سلامه. ليه بقى؟ ده هم ببساطه شديده جدا، العيان اقامه وادويه في اليوم الواحد في الاي سي يو عندهم. انا هنا مش بتكلم على انه ده عدل ولا مش عدل وصح ولا مش صح، انا بتكلم على فكر المؤسسه نفسها. كانت بتدخل اي سي يو بيد واحد كان بيدخل 30,000 جنيه، هو عنده 20 سرير وكان دايما كومبليت، السرير عنده 100%. اضرب بقى 30,000 في 20 في 30 سنه، قعد سنتين وبعد كده وقف، جاب الفلوس كلها وجاب المكاسب اللي عايزها ورجع الشيرز كلها للناس اللي هم عملوها وبداوا يستثمروا بالمكاسب بس، ووقف ورجع تاني للصف القديم، عمل بقى يعني تجديد وانفكشن كنترول عالي وبتاع، وجاب الدكاتره مره ثانيه وعاد مره ثانيه وانتهز الفرصه في الوقت ده. والناس كانت عايزه الخدمه، الناس ما كانت بتدور على مستشفى تروح باي ثمن، وفي في الكاتيجوري ديت سيجمنت معين يقدر يدفع 30,000 جنيه، الناس راحت وقدم هاي كواليتي سيرفيس ونجح ان هو يكون موجود ويكمل بعد كده لعشرات السنين بالمكاسب بتاع الايرا ديت او الفتره دي. فهي زي ما كانت تهديد كوفيد 19 لناس، كانت رزق برضه لناس ثانيه قدموا بيها خدمات للمجتمع وفي نفس الوقت كسبوا من خلالها. مع اعتراضي عشان يكون واضح على تسعير الخدمه اثناء الكوفيد 19، كان في طبعا يعني تجاوز كبير جدا في التسعير. انا بس هستاذن حضرتك يا دكتور ارد على زميلنا بيسال على رابط الحضور. يا جماعه استاذنكم زميلنا الجدد، استاذنكم تتواصلوا على رقم الواتساب اللي نزل كذا مره، نزلناه كتير قوي على الشات عشان تقدروا توصلوا للتسجيلات والشهادات. انا بنزله تاني اهو دلوقتي. شكرا. انت ممكن يا دكتوره زينب لو هتحبي تمانج بقى الباقي من الميتنج اتفضلي، لو في اسئله تحت امركم هتخلصي تحت امركم برضه زي ما انتم عايزين. السلام عليكم. طبعا برحب بزمايلنا طبعا الجدد معانا والقدام اللي بيحضروا ما شاء الله من زمان. طبعا بفكركم ان احنا عندنا برامج كتيره جدا جدا مجانيه على السايت، وطبعا انا عارفه ان شاء الله مبارك ان النهارده كلكم المحاضره كانت شيقه جدا 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 وجانا كومنتات كتير قوي عن الله مبارك دكتور ياسر الشرح رائع، وان شاء الله هيكون معانا في حاجات جايه، وهيكون طبعا في كورس كامل في المانجمنت هيديه دكتور ياسر وباستفاضه اكتر لايتمز كتيره ان شاء الله، وان شاء الله هيكون معانا قريب تاني ما تقلقوش يعني. فشكرا لحضرتك جدا دكتور ياسر ومحاضرتك الجميله قوي النهارده يعني، واستفدنا منها كلنا كتير الصراحه. اشكرك دكتوره زينب، واشكر مجهودات كيمارستان، واشكر كل زمايل الحضور اللي حضروا معايا، واتمنى ان انا ما كنتش ضيف ثقيل عليهم،
واشوفكم ان شاء الله في لقاءات اخرى باذن الله. الله مبارك، كنت قوي جدا وما شاء الله كانت محاضره قويه، وان شاء الله هيكون لنا مع الكيسر حاجات تانية ان شاء الله كتير قدام باذن الله. ان شاء الله لما يكون في فرصه اكتر بقى وقت هيسمح نقدر بقى يبقى في ورك شوب مع الشغل بتاعنا باذن الله، ويبقى في اكتيفيتيز ثانيه، ويعني هنقدم بطرق مختلفه باذن الله باذن الله. يعني في ان كان في فرصه هيبقى في يعني مفاجات كتيره ان شاء الله في الطريق، طالما بس اهم حاجه يجي لي فيدباك لو الناس انترستد، نشوف الناس برضو الكاستمر بتوعتنا زمايلنا وزمايلنا وزميلاتنا الاعزاء برضو لو ليهم نيدز معانا. دكتوره زينب برضو احنا يعني حاطط بقى مش هوصيكي انت يعني استاذه في الكلام ده واستاذه في الماركتنج ما نقدرش نتكلم، فعشان برضو انا الفيدباك انا محتاجه الحقيقه، والايفالويشن انا عايز الفيدباك من المحاضره ديت والايفالويشن بتاعها عشان نشوف لو في امبروفمنت ممكن نعمله، واي نيدز هم محتاجينها لو في فرصه ان شاء الله مره ثانيه قريبا نتقابل معاهم نقدم لهم الحاجه الجديده. الحقيقه هم اكتر من رائعين، انا كان نفسي البارتيسيبيشن يبقى اعلى من كده لان انا معلش كنت شويه طماع، عايز اقدم اكبر قدر من النولج، وارجو ان انا اكون او كنت ضيف خفيف عليكم الساعتين ونص اللي هم بقوا ثلاث ساعات دلوقتي. شكرا لك يا دكتور. الله يبارك، كانت محاضره جميله جدا وشيقه. اتفضلوا حد بيتكلم الزملاء. بشكر الدكتور طبعا على المجهود ما شاء الله يعني، وان شاء الله نكون مع سيادتك في اي سيشن تاني اكيد يعني باذن الله باذن الله. شوفوا انتم محتاجين ايه